ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بحضراتكم معنا في الحياة الآن، وبنبدأ أخبارنا مع حضراتكم بالعناوين. مقتل 8 عناصر إجرامية وإصابة 15 وتدمير مخزن أسلحة حصيلة قصف طائرات الأباتشي لبؤر إرهابية بشمال سيناء. القضاء الإداري يقضي بوقف بث الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، والمحكمة تصف القناة القطرية بالشيطان المريد. السجن المؤبد ل 11 و5 سنوات ل 45 من الإخوان في الاعتداء على قوات الجيش وحرق الكنائس بالسويس. ومشاهدينا الكرام، من العناوين إلى التفاصيل، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس أحكاما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ل 11 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وبراءة 8 من الإخوان، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على قوات الجيش وحرق الكنائس بالسويس. وكانت النيابة العسكرية بالسويس قد وجهت لهم عدة اتهامات، من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل مواطنين بالسويس وحرق ثلاث كنائس بالسويس وحرق 5 مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني. ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية لهم أيضا الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وإشاعة الفوضى في المحافظة، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس منذ فض قوات الأمن الاعتصامي 4 العدوية والنهضة يوم 14 من أغسطس الماضي، الأمر الذي خلف قتلى وجرحى. وكان مؤيدو الرئيس المعزول مرسي بالسويس قد قاموا بحرق عدد من الكنائس و5 مدرعات للجيش، وأطلقوا الرصاص على المواطنين بالسويس، مما تسبب في مقتل مواطنين وتدمير منشآت عامة. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا عن الوضع الحالي في السويس بينضم لنا زميلنا السيد نون، مراسل الحياة الآن في السويس. مساء الخير يا سيد. سيد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميلنا السيد نون مراسل الحياة الآن في السويس، سنعاود الاتصال به قريبا. لقي 8 عناصر إرهابية مصرعهم وأصيب 15 آخرين في هجمات لقوات الجيش والشرطة بالطائرات والمدرعات على البؤر الإرهابية صباح اليوم بشمال سيناء، فيما تمكنت القوات من ضبط 3 عناصر بينهم مصاب وتدمير السيارة التي كانوا يستقلونها في عملية عسكرية واسعة تشنها القوات بعدة مناطق. وقال مصدر أمني إن قوات تابعة للجيش الثاني الميداني قام بمهاجمة عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بمنطقتي التومة والمقاطعة بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء صباح اليوم، بعد أن وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية باختباء عدد من الإرهابيين في تلك المناطق. وأوضح المصدر أن 4 طائرات أباتشي شاركت في تلك العملية العسكرية، مؤكدا أن الأباتشي رصدت بؤر وأوكار الإرهابيين ثم قامت بالقصف الجوي لها، مشيرا إلى أنها تمكنت من قصف 3 بؤر وتدمير سيارة ملاكي سوداء اللون كان يستقلها عدد من الإرهابيين. من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري إن القصف الجوي بمروحيات الأباتشي للبؤر الإجرامية في شمال سيناء أسفر عن تدمير 2 من المخازن الأسلحة والذخائر بمدينة الشيخ زويد، وأن العملية مستمرة حتى تطهير المنطقة تماما. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا زميلنا أحمد أبو دراع، مدير مكتب المصري اليوم في شمال سيناء. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور. مزيد من التفاصيل حول الوضع في سيناء. ما شاهدناه اليوم هو قيام طائرات الأباتشي بقصف قريتي التومة والمقاطعة بمدينة الشيخ زويد، وخلال متابعتي ورصدي للعمليات القصف تم تدمير 6 منازل بقرية التومة والمقاطعة، وتم تدمير جزء من أحد مساجد القرية، وإصابة 4 مواطنين كانوا تصادف وجودهم بجوار المسجد الذي قصف. طائرات الأباتشي قصفت قرية المقاطعة والتومة ثم عودت قصفها للقريتين بعد 2 ساعة من القصف الأول. القصف الأول كان الساعة 7:30، وعودت طائرات الأباتشي القصف في الساعة 9:30 مرة أخرى. أسفر القصف كما قلت عن تدمير 6 منازل وإصابة وجزء من أحد المساجد وإصابة 4 مواطنين. تم نقل أحد المواطنين إلى مستشفى الشيخ زويد، وقوات الجيش قبضت عليه وتم تحويله إلى مستشفى العريش العسكري.
كان في ردات فعل من قبل المهاجمين بعد القصف؟ حتى الآن لا توجد أي ردود فعل، يعني حالة من الرعب سادت أهالي قرية التوم والمقاطعة صباح اليوم بعد عمليات القصف التي استهدفت عدد من المنازل في القريتين. يعني منطقة التومة والمقاطعة لو جغرافيا هي يعني بتوجد في الجورة جنوب الشيخ زويد؟ منطقة التومة تبعد عن مدينة الشيخ زويد بحوالي 10 كيلومتر جنوب مدينة الشيخ زويد، وقرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح بحوالي 15 كيلومتر. طيب الوضع الحالي، هل طائرات الاباتشي مستمره حتى الان في قصف الاهداف ام لا؟ من يعني في حوالي الساعه 10 صباحا توقفت عمليات القصف، ولكن مصادر امنيه اكدت ان عمليات القصف سوف تستمر طوال اليوم لتلك القرى. يعني ستستمر طوال اليوم ولكن هي توقفت في 10 صباحا؟ منذ 10 صباحا حتى الان هي متوقفه عن عمليه القصف. نعم، طب منطقه الانفاق؟ منطقة الأنفاق استمرت يعني على ثلاث محاور، هناك حفارات وجرافات تقوم بحفر عدد من الأنفاق في منطقة صلاح الدين، هناك عمليات تدمير للأنفاق يتم تفجير المنازل الموجود بجوارها الأنفاق، وهناك عملية تجريف لمسافة 500 متر جنوب معبر رفح وهي المنطقة العازلة، تم البدء صباح اليوم في عملية التجريف لمسافة 500 متر عن الحدود. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ أحمد أبو دريع مدير مكتب المصر اليوم في شمال سيناء. وعودة مرة أخرى إلى خبر الحكم على 11 متهما والسجن لمدة 5 سنوات ل 45. بينضم لنا على الهاتف زميلنا السيد نون مراسل الحياة الآن في السويس. مساء الخير يا سيد. مساء الخير. الوضع الحالي في السويس إيه بعد صدور الأحكام؟ يعني أنا بأكد دلوقتي إن في حالة من السيطرة الكاملة لقوات الجيش الآن في السويس، الآن جميع المؤسسات العسكرية داخل محافظة السويس ومنها النيابة العسكرية توجد في محيطها قوات كثيفة من قوات الجيش وقوات الأمن بمحافظة السويس، أيضا هناك تواجد كثيف لقوات الجيش بالقرب من المؤسسات المختلفة من بينها شركات البترول وايضا مجمع المحاكم السويس ومديريه امن السويس ومحيط مبنى محافظه السويس. بالطبع هناك حاله من الرفض للاحكام عن طريق اسر المتهمين، ولكن على الجانب الاخر يرى عدد كبير من المواطنين في السويس وهم اغلب المحافظه ان جماعه الاخوان المسلمين ارتكبت كم من الجرائم الكبير جدا خلال الفتره الماضيه تسببت في صدور هذه الاحكام، ومن بينها فمن بين المحكوم عليهم اليوم من قام بحرق الكنائس، من قام بحرق مدرعات تابعه للجيش تكلفت اكثر من 40 مليون جنيه، هناك من قام بقتل مواطنين، هناك بعض المنشات ومنها مدارس تم حرقها عن طريق جماعه الاخوان المسلمين، ايضا اصيب العشرات من رجال الجيش بطلقات ناريه مختلفه صدر بسبب وذلك هناك احكام لهذا السبب. نعم هناك احكام بالفعل قويه ولكن الجرم كان اكبر. طب يعني سيد انت قلت لي ان في رفض للاحكام من قبل اسر المتهمين، ده بالتاكيد امر طبيعي مهما كانت هذه الاحكام. طبعا يعني هل كان في تجمع منهم؟ كان في مناوشات حصلت؟ يعني الوضع الامني ايه؟ لا الى الان هناك حاله من حالات السيطره زي ما قلت لك في البدايه لقوات الامن، واعتقد انهم يعني ان جماعه الاخوان المسلمين كعادتها لن ينزل اعضائها او يحاول يجازف اعضائها، بل هم يصدرون الاخرين منهم اعضاء الجماعات السلفيه الذي يقومون بنزول معه. فعلى سبيل المثال الذين اتخذوا كقتلى في محافظه السويس ليس بينهم واحد عضو في جماعه الاخوان المسلمين، وده دليل ان جماعه الاخوان المسلمين دائما ما تصدر الاخرين ويعرض اعضائها من المشهد، وهذا قابل للتكرار اليوم. يقوم الاخوان المسلمين بالدعوه لمظاهرات ثم يهرب اعضاء جماعه الاخوان ويصدرون في المشهد الاخرين لكي يموتوا، هكذا تفعل دائما جماعه الاخوان في السويس. نعم، بالتاكيد لازم نطمن منك على الوضع في محيط قناه السويس يوميا، يعني الوضع ايه في قناه السويس؟ الامور هادئه في عبور للسفن؟ لا انا اعتقد ان هناك حول المجرى المناحي قوات كثيفه جدا من الجيش، قائد الجيش الثالث المليالي اللواء اسامه عسكر يوميا يقوم بتفقد القوات الموجوده في مدينة بورتوفيق المطلة على قناة السويس أو في حي الجناين وقرية وعدد من القرى المطلة. هناك زي ما قلنا قبل كده كان في اجتماع ضم القبائل البدوية لحدوث تعاون كامل بين الجيش والقبائل من أجل التأمين. هناك تأكيدات من قائد الجيش الثالث المدني أن القبائل البدوية بالسويس هم الظهير
ظهير الجيش للتأمين داخل المنطقة المحيطة بالمجرى الملاحي للقناة محافظة السويس. ما حدث في أي محافظة أخرى لا من المستحيل أن يحدث للمجرى الملاحي في السويس. أنا بأكد لك أن نسبة التأمين في المجرى الملاحي في السويس أكثر من 100% كمان. نتمنى ذلك دوما. يعني بشكرك شكرا جزيلا زميلنا السيد نون مراسل الحياة الآن في السويس. مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، حيث قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف بث قنوات الجزيرة والقدس واليرموك وأحرار 25، وكانت عدة دعاوى قضائية قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس العربية وقناة أحرار 25. ووصفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري قناة الجزيرة وباقي القنوات الأخرى بأنها شيطان مريد، كما أن تلك القنوات خانت الأمانة وبثت الأكاذيب وأثارت الفتنة بين الشعب والجيش، وحرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات اليرموك والقدس وأحرار 25 قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث في هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية. كما أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة في سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ووصف القضاء والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش. نشرت القوات المسلحة مدرعاتها في جميع الشوارع المؤدية لميدان التحرير ومحيط منطقة وسط البلد ومنطقة السفارات بجاردن سيتي، وذلك بعد أنباء عن وجود تجمعات لأعضاء جماعة الإخوان في منطقة عبدين وباب اللو. وفي الوقت نفسه دفعت وزارة الداخلية بعدد من المصفحات وسيارات الأمن المركزي بميدان سيمون بوليفار وعبد المنعم رياض وبالقرب من طلعت حرب لتأمين المنطقة، كما أغلقت قوات الجيش والشرطة المداخل المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية باستثناء طريق النصر، وذلك قبل بدء المظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان اليوم بمناسبة مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي. كما بدأت قوات الشرطة في تنفيذ حملة أمنية داخل ميدان التحرير لرفع الإشغالات وطرد الباعة الجائلين من محيط التحرير بعد أن تسبب وجودهم في إعاقة سير الحركة المرورية، وتشارك في الحملة بلدية محافظة القاهرة وقوات من قسم شرطة قصر النيل، وتنتشر أيضا الشرطة بكثافة كبيرة بالميدان مرتدين وقيات ضد الرصاص فيما لم يقاوم الباعة الجائلين والتزموا بتعليمات الشرطة. تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك لتسجيل البيانات الخاصة بسيادتهم مع تزويدهم بمجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية متضمنة مشروع تعديل الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء والتي من المقرر أن تعمل 8 سبتمبر الحالي. وتم وضع مكاتب لموظفين الأمانة العامة بالمجلس مزودة بأجهزة الحاسب الآلي لتدوين البيانات إلكترونيا واستخراج بطاقة تعريف لدخول المجلس لكافة أعضاء لجنة الخمسين. بيعقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتماعا اليوم مع ممثلي الأزهر
في لجنة الدستور، وذلك لوضع رؤية الأزهر الشريف حول الدستور. ويحضر الاجتماع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الله النجار، والمستشار محمد عبد السلام، والدكتور محمد مهنا، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن. كما يحضر الاجتماع الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو لجنة الخمسين بالدستور من الشخصيات العامة. وعودة مرة أخرى إلى حكم غلق قناة الجزيرة، بينضم لنا على الهاتف للتحليل الأستاذ جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين. مساء الخير يا أستاذ جمال. أهلا، مساء الخير. يعني شفت الحكم إزاي وتعليقك على الحكم؟ يعني أنا رأيي أنه يعني طبعا كأي حكم لابد أن نحترمه، لكن هذا الحكم بالتحديد هو من وجهة نظري يصادف صحيح القانون، هو يتفق مع المعايير حتى المهنية، ليس فقط من الناحية القانونية لكن حتى من الناحية المهنية. هذه قنوات ارتكبت جرائم مهنية، بل دعني أقول أحيانا إنها جرائم كانت جنائية بالمعنى الجنائي للكلمة، وبالتالي يعني لم تعد مشمولة بالحصانات التي يجب أن تكون تتمتع بها وسائل الإعلام. هذه لم تكن وسائل إعلام، هذه كانت وسائل إعدام للحقيقة، وألحقت أشد الضرر. يعني كانت تستخدم كأداة ليس فقط للتحريض لكن لإدارة العمليات الإرهابية على الأرض. يعني إلى هذا الحد وصل الفحش والتزوير لهذه الوسائل. يعني في جانب آخر في هذا الحكم لابد أن نشير إليه، وهو أنه حكم قضائي. إذن يعني ده يحقق ما كنا وما كنت أنا شخصيا طول الوقت أحذر منه، ألا نلجأ إلى الأساليب الإدارية إذا كان هناك خرق أو اتهام لوسيلة إعلام، فلا يجب التعامل معها إلا بالطرق القانونية وإلا بالقضاء. في القضاء من حق الجميع أن يذهب إلى القضاء، هناك ادعاء وهناك دفاع، والقضاء هو الذي يحكم في النهاية، ولا نلجأ إلى الأساليب الإدارية. الحكم جاء ليؤكد هذا المعنى ويجعلنا يعني نقول بوضوح للجميع أننا دولة تحترم القانون، دولة سيادة القانون، حتى حينما ترتكب جرائم فإننا نصبر حتى تحكم المحاكم، وقد حكمت المحكمة. وأنا أهنئ الشعب المصري، وأنا لا أهنئ المحكمة طبعا، هذا يعني يبقى تجاسر مني لأنها هي تحكم بالقانون وتحكم بالعدل. طيب، لكن أنا أهنئ الشعب المصري وأهنئ الدولة المصرية على هذا الحكم، إنها يعني سوف تنفذ حكما قضائيا وليس مجرد قرار إداري. طيب أستاذ جمال، ده يعني وقف بث القنوات المذكورة ما يعتبرش انتهاك لحرية الإعلام؟ لا طبعا، يعني اللي لو 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 عايز حد أنا بقى في الغرب يطلع يقول لي هذا الكلام، هم بقرارات إدارية كانوا بي 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 بيواجهوا وسائل إعلام. يعني عايز اقول لك اكتر من حد، يعني اكتر من خواجه انا قلت له هذا الكلام، انه مثلا قناه زي قناه المنار اللي التابعه لحزب حزب الله اللبناني، وهي لا يمكن ان تقارن بهذه القنوات البذيئه التي صدرت ضد الحكم النهارده، اتمنعت في الغرب واتمنعت في الولايات المتحده الامريكيه وفي العديد من البلدان الاوروبيه لمجرد انها تختلف معهم في السياسه، مش بتحرض على العنف او بترتكب جرائم ضد هذه البلدان زي ما حصل من قناه الجزيره وغيرها. فلا احد في يستطيع هناك ان يحدثنا، يقولون لك عندما كنت تنتقد اجراء من هذا النوع من قناه المنار او قناه العالم مثلا الايرانيه، وانا بتكلم على حالات محدده، يقول لك اصل دول بيتبعوا جهات بترعى الارهاب، والكلام الفارغ بقى لمجرد وان ده بيتنافى مع القوانين عندهم. طب اشمعنى انتوا عندكم القوانين عندكم مرعيه ومحفوظه ومحترمه، وانتم متصورين ان احنا لا يجب ان يكون لدينا نفس القوانين بنفس الاصول ونفس القواعد؟ من القواعد المهنيه في العالم كله ان الوسائل الاعلاميه كما سبق ان قلت عندما تخرج عن أطر وقيم وأعراف وأخلاقيات المهنة
ينتفي عنها كل حصانة. يعني في جرائم نعرفها على سبيل التحديد، التحريض على العنف، التحريض على الكراهية، التحريض على الطائفية أو العنصرية، كل هذه الجرائم وكل هذه الجرائم ارتكبتها هذه الوسائل. طيب شفت ازاي حيثيات الحكم واللي وصفت هذه القنوات بأنها شيطان مريد خانت الأمانة وبثت الأكاذيب وأثارت الفتنة بين الشعب والجيش؟ هذا بالضبط ما يقول كل مواطن مصري. يعني المحكمة نطقت كما يعني الأحكام في مصر تصدر باسم الشعب. هذا هو ما يقوله الشعب المصري فعلا. هذه ما قاله الحكم القضائي هو ما يقول كل مواطن مصري وما يشعر به كل مواطن مصري. هذه حقيقة، والأحكام يعني موصوفة دائما بأنها عنوان الحقيقة. الحقيقة دي كان يرددها المواطن العادي، الآن محكمة معتبرة ومرموقة تصدر حكمها باسم الشعب بهذه المعاني. قلت لك من قبل وأكرر أننا يعني أمام حكم قضائي نتنفس الصعداء، لأننا كنا نكابد من ونعاني من هذه القنوات. لكننا أنا شخصيا كنت أرفض اللجوء إلى القرارات الإدارية، لكن عندما يتم الأمر من خلال المحكمة فإحنا نحترم ونبجله وننفذه، ونحن نشعر بالقوة لأننا بنجسد دولة القانون ومعنى دولة القانون. يعني حضرتك أستاذ جمال، يعني مع أن الحكم يطلع من المحكمة مش مع أن تطبيق قانون الطوارئ على أرض الواقع ووقف هذه القنوات طبقا لقرار إداري؟ لا أفضل، إحنا لدينا قضاء مستقل ووطني ولدينا قوانين نحترم هذه يعني ما نملكه ونلجأ إليه. ده بيدينا قوة حقيقية وبموضع الأمور وبيخلينا إن إحنا أصلا ما إحناش الهدف مش إنه نغلق قنوات، إحنا حتى وهي بتغلق بنشعر ببعض الأسى ربما إن إحنا مضطرين لهذا، لكن يبقى لكن إحنا بنقر مبدأ إنه لا يصح التعامل مع وسائل الإعلام أو مع أي خروج على القانون إلا بالأطر القانونية وبالقضاء وبالمحاكم. إحنا بلد عريق وكبير، وما نسعى إليه هو بناء ديمقراطية حقيقية ودولة القانون، ونحترم دولة القانون. لهذا لا يجب أن نلجأ إلا في أدنى الحدود للإجراءات الاستثنائية زي إعلان حالة الطوارئ، لأنها دي مرتبطة بظرف استثنائي وخطير جدا بتواجهه الأمة. لكن كلما قلصنا يعني الإجراءات الاستثنائية كلما كان ده لصالحنا ويأكد معنا أننا عايزين نبني بلدنا من جديد على أسس العدالة والقانون. طيب أستاذ جمال، على المستوى المهني، على المستوى المهني الحكم ده قابل للتطبيق من قبل أو للتنفيذ من قبل الحكومة ولا الحكومة؟ يعني الجزيرة كما تعلم من الممكن أن تبث من الخارج. هو ده المشكلة طبعا، إنه يعني إنه هي محظورة، يعني الجانب الوحيد اللي تقدر السلطات في مصر تنفذه تنفيذا لهذا الحكم هو إنها تغلق المكاتب وتمنع أطقم العمل من إنها تمارس عملها، إنه هيبقى خارج القانون ومخالف لحكم قضائي. لكن طبعا هم بيملكوا إنهم يستمروا على ارتكاب الجرائم نفسها لكن من عن بعد. بس عايز أقول على حاجة يعني عشان أطمن المشاهدين، التكنولوجيا زي ما ليها بعض الآثار الجانبية السيئة زي إننا لا نستطيع أن نتحكم في جرائم من هذا النوع تماما، فليها جوانب تانية إيجابية. إن أنا عندي ريموت كنترول أعمل كده أقلب هذه الفضائحيات، هي مش فضائيات هي فضائحيات، أقلبها وما شوفهاش خالص، بتقول أكاذيب بتنرفزنا، ما فيش داعي ننرفز نفسنا ولا نشوفها أصلا. وأظن إن أغلب الشعب المصري بيعمل كده دلوقتي، ما بيشوفهاش أصلا. نعم أنا بشكرك. يعني إحنا ما فيش حد هيجبرنا على شيء، ولا مصر دي كبيرة جدا. كبيرة بإيه؟ مش بانها يعني عدد سكانها كبير، ولا انها بلد كبيره بتحضرها ورغبه شعبها في انه يبني بلد متقدم وناهض وقائم على الحريه والديمقراطيه واحترام دوله القانون.
أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين. نستكمل مع حضراتكم أخبارنا، حيث أمرت نيابة الغردقة العسكرية بضبط إحضار شيكابالا وحازم إمام وصلاح سليمان وعدد من إداريي نادي الزمالك في واقعة تعدي نجم نادي الزمالك شيكابالا على ضابط طيار بمطار الغردقة الدولي. وقد استمعت النيابة لأقوال الضابط والتي أكد فيها أنه خلال تواجده بمطار الغردقة وأثناء مرور بعثة نادي الزمالك كان يحيي فريق نادي الزمالك على الفوز، حيث كان يرتدي تيشيرت أحمر وفوجئ بقيام شيكابالا بالرد من خلال إشارة بذيئة بيده ثم ألفاظ خارجة، ثم عاد ليشتبك بالأيدي وانضم معه عدد من زملائه من لاعبي الفريق. كما طلبت نيابة الغردقة العسكرية تصوير نسخة من الميكروفيلم الخاص بكاميرات التصوير بصالة سفر مطار الغردقة الدولي والتي سجلت واقعة تعدي شيكابالا على ضابط الطيار بمطار الغردقة الدولي. كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتستمع لأقوال ثلاثة من الموظفين بالمطار. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا زميلنا الأستاذ مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضية بشبكة تلفزيون الحياة. أهلا بك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميلنا مهيب وهنحاول مرة ثانية الاتصال به للتعليق عن هذا الخبر. نستكمل مع حضراتكم أخبارنا، حيث يبدأ اليوم فريق من النيابة العامة تحقيقات موسعة مع القيادي الإخواني سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق داخل سجن ليمان ترى، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بمنطقة القاهرة الجديدة. من جانبه قال مصدر أمني أن المتهم سعد الحسيني كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة مملوكة للدكتور مهاب القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف. وأضاف المصدر أن قوات الأمن داهمت المنزل بعد أن وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بالمديرية باختباء المتهم داخل شقة بالمجاورة الأولى قطعة 171 بالتجمع الخامس، وقد نجحت القوات في اقتحام الشقة بعد قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم على ذمة قضايا متنوعة أبرزها التحريض على العنف وقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن المتهم لم يبدي أي مقاومة أثناء القبض عليه. أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس محمد البلتاج القيادي بجماعة الإخوان 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد إرشاد جماعة الإخوان أثناء أحداث 30 من يونيو الماضي والتي راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرين. ووجهت النيابة في تحقيقاتها إلى القيادي الإخواني تهمتي التحريض على القتل والشروع في قتل المواطنين وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض إرهابي، حيث قررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا زميلنا يسر البدري رئيس قسم الحوادث في جريدة المصر اليوم. مساء الخير يا أستاذ يسري. يعني مزيد من التفاصيل حول التحقيقات مع القيادات الإخوانية وخاصة البلتاجي. والله هو البلتاجي اليوم واجه عدد من التحقيقات، تحديدا البلتاجي يواجه تحقيقات في مكتب الإرشاد تحديدا، والبلتاجي نفى أن يكون له أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وقال أنه شرف أن يكون هناك انتماء لهذه الجماعة، وأن البلتاجي مجرد أمين عام لحزب الحرية والعدالة، وأنه لم يكن ولم يخطط ولم يدبر أي أعمال عنف ولم يكن مطلوبا في أي قضايا عنف، وأن ما فعله هو مجرد حب لجماعة الإخوان المسلمين، هي مرحلة من مراحل محاولة الدكتور محمد البلتاجي تحديدا للتنصل من المسؤولية من جماعة الإخوان المسلمين. وقال ان هو اتصل بوزير الداخليه تحديدا ومدير امن القاهره في وقت مكتب الارشاد، وقال ان هم كل الامور قالوا ان كل لحمايه المقر، وقال انه الامور كلها تحت السيطره، رد القيادات الامنيه عليه انه تحت السيطره في محاوله منه لالقاء المسؤوليه على وقعه قتل 10 متظاهرين امام مكتب الارشاد على الاجهزه الامنيه،
التي تخاذلت في الحضور لتأمين مكتب الإرشاد. البلتاجي تحديدا كان على اتصال بالأجهزة الأمنية، والبلتاجي تحديدا هو من وجهت له قيادات الجماعة أنه المسؤول عن تأمين، وهو رجل الأمن وهو المسؤول عن تأمين مكتب الإرشاد تحديدا في ذلك الوقت. النيابة بعد مواجهات استمرت 5 ساعات تحديدا مع البلتاجي في واقعة مكتب الإرشاد، قررت حبسه على ذمة تحقيقات 15 يوم، وده حبس ليس الأخير ولم يكن الأول، خاصة أن البلتاجي لديه قائمة كبيرة من الاتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والعنف، خاصة أن هناك تحقيقات لم تبدأ بعد مع الدكتور محمد البلتاجي في واقعة سيناء تحديدا، وتحريضه على الأعمال الإرهابية الموجودة على أرض الفيروز في الوقت الحالي. طيب أستاذ يسري، بالنسبة لحبس البلتاجي أو عدد آخر من قيادات جماعة الإخوان، يعني قرارات الحبس بتأتي يعني متتالية ومتوالية من قبل النيابة العامة، هل قرارات الحبس دي الأيام بتكون متتابعة ولا يعني بتنتهي مع بعضها البعض؟ لا، هو في قرار، في حاجة اسمها نموذج حبس بتقوم بيها إدارة السجون، بتعمل نموذج حبس بتبدأ بأول قرار حبس يفضل مستمر على ذمة هذا القرار. يعني في حالة بديع تحديدا أول قضية حبس عليها هي قضية بين السرايات، يظل هذه القضية هو المحبوس على ذمتها، ويجدد هذا القرار بعد 15 يوم أو في اليوم 14 بعقب التجديد وانتهاء هذه القضية بأكملها يبدأ القضية التالية. يعني 15 يوم الثاني 15 يوم خدم بديع، خدم في قضية مكتب الإرشاد تحديدا اللي محال عليها على ذمة المحاكمة الجنائية. إذن هي أيام تتم وفقا لحسبة قانونية وفقا للائحة السجون، تبدأ بأول قرار حبس ويستمر قرار الحبس الاحتياطي على هذه القضية حتى النهاية، حتى تنتهي هذا القرار. وبدليل أن النيابة العامة عندما تصدر هذا القرار تصدر قرار الحبس على أن يبدأ تنفيذه عقد انتهاء الحبس الاحتياطي الأول اللي هو على ذمة أي قضية أخرى. أيضا بديع كان هناك مواجهة ليه بالأمس مع الشهر حاتم فاضل اللي امر بحبسه 15 يوم في قضيه جديده، قضيه عرفت باحداث شارع البحر الاعظم وميدان الجيزه اللي راح ضحيتها 16 قتيل. بديع حمل المسؤوليه لحزب الحريه والعداله، قال ان حزب الحريه والعداله هو اللي دعا للمظاهرات. ايضا النيابه حققت مع هذه الورقه، والبلتاجي نفى علاقته بالجماعه، قال ان هو شرف ليه ان هو يبقى في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن دور يقتصر على أنه أمين حزب الحرية والعدالة، ونفى أن يكون اشترك أو مادة الشباب بالأسلحة، ونفى كلام النيابة في كونه أنه كان ينفذ مخطط إرهابي، بقال ما حصلش وأن كل هذه الاتهامات مفبركة وملفقة، والمحتوى ليها عدة اتهامات تتعلق بالتحريض على تصويب النار على الأهالي بغرض قتلهم. فالبلتاجي أصر على أن يكون معظم إجاباتي بالنفي، مؤكدا أنه لم يحرض ولم يدفع ولم يمول أي من جماعة الإخوان المسلمين لاعتلاء كوبري صفت لبن وكوبري الجيزة على المتظاهرين تحديدا. والنيابة قررت حبسهم هو بديع والبلتاجي في هذه القضية 15 يوم. هذه التحقيقات جرت مساء أمس داخل منطقة سجون طرق. طيب يعني محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان تبرأ من تظاهرات الإخوان في البحر الأعظم؟ بالفعل، هو قال بمحاولة من جماعة الإخوان ومن قادة جماعة الإخوان المسلمين أن يفرض المسؤولية على حزب الحرية والعدالة، خاصة أنه لم يدير حزب الحرية والعدالة الآن هو الدكتور محمد كار، يدير حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتافي تحديدا. بديع حمل هذه المسؤولية لحزب الحرية والعدالة باعتبار أن الحزب هو الذي دعا إلى هذه التظاهرات، والبلتاجي نفى علاقاته بالجماعة. هذا ليس بغريب، كل التحقيقات التي جرت منذ وقاء القبض على قيادات الجماعة أو المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين تحديدا. طيب، أو أعضاء حزب الحرية والعدالة يتمثلون من المسؤولية في التحقيقات، ويلقي كل منهم بالتهمات على الآخر. أستاذ يسري، يعني النيابة ما واجهتوش بأن الكل يعلم بأن الحزب هو الذراع السياسية للجماعة، يعني الجماعة هي اللي تقود الحزب، فيعني ما واجهتوش بهذا الأمر؟ والله هذا الامر النيابه لديها ادله فنيه وادله ماديه واجهت بها المتهم في التحقيقات، لكن هذه التحقيقات التي تتم داخل منطقه السجون يتم مواجهه فيها بكافه وقاع التحريض ووقاع القتل. في هذه المسؤوليه تحديدا هي محاوله يائسه من البلتاجي او من بديع لالقاء المسؤوليه على اشخاص اخرين.
وجدنا ان سعد الكتاتني يتنصل من حزب الحريه والعداله، والان بديع يتنصل من الجماعه او يؤكد ان من وراء هذه الاحداث هي حزب الحريه والعداله. كلنا نعرف ان الجماعه والحزب هم متصلان وفيهم لعمله واحده تحديدا، كان مكتب الارشاد او جماعه الاخوان تحديدا تخطط، والحزب الحريه والعداله هو اداه التنفيذ في كافه قاع العنف التي حدثت خلال الايام الماضيه. كل هذا وجه به البتاي ووجه به بديع تحديدا، الا انهم اصروا على نفي كل هذه الاتهامات تحديدا امام جهات التحقيق. طيب بالنسبه يعني ايضا نبقى في وضع جماعه الاخوان واللي دعت اليوم لتظاهرات، ايه الاجواء الان في القاهره؟ لا، هي في دعوات اليوم لبعض من جماعه الاخوان المسلمين تحديدا. اعتقد انه الحشد في هذه المظاهرات سيكون مثل الجمعتين السابقتين، حشد محدود من وجهه نظري، خاصه في ظل عدم وجود قاده فعليين على الارض يقومون باداره هذه المظاهرات. كلنا نعلم ان هناك بعض قيادات الاخوان كانوا مسؤوليتهم الحشد من بعض المحافظات، كلنا نعلم ان هناك خطه امنيه بيتم تطبيقها حتى هذه اللحظه بتستهدف منع دخول اي من قاده جماعه الاخوان المسلمين او انصار الرئيس المعزول الى محافظات القاهره. هذه الدعوات اعتقد انها ستكون دعوات محدوده، كلنا شاهدنا الجمعه الماضيه العدد المحدود الذي ظهر في بعض المحافظات باستثناء اشتراك عدد من الحركات الاخرى امثال حركه احرار والاشتراكين السوريين وبعض شباب الاركراس في كافه المسيرات التي انطلقت الجمعه الماضيه. هذه الجمعه مسيرات للانطلاق عقب عصر اليوم من بعض المساجد، لكن حتى هذه اللحظه الدعوات من وجهه نظري ستكون محدوده للغايه، وهو محاوله للنزع الاخير من جماعه الاخوان المسلمين وانصارهم في ظل ضربات امنيه متلاحقه لعدد من قيادات الجماعه، سواء كانوا من قيادات الصف الاول او من قيادات الصف الثاني او من الاعضاء الذين يقومون على الحشد في كافه المحافظات. في القاهره بالتاكيد التامين في كل الميادين موجود من قوات الجيش والشرطه قوات الامن. بالفعل هناك تنسيق بين وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه في تامين كافه الميادين، هناك اغلاق لبعض الميادين الحيويه التي يحتمل ان يتردد عليها جماعه الاخوان المسلمين او انصارهم تحديدا، لكن اعتقد ان الاجهزه الامنيه وضعت في اعتبارها كافه السيناريوهات، خاصه انها تعلم ان هناك مخطط من جماعه الاخوان المسلمين اصبح واضحا لاحداث حاله من الفوضى وحاله من العنف في الشارع المصري، وجميع الاجهزه الامنيه تضع ذلك امامها. وهنا تحديدا اليوم كانت الاجهزه الامنيه احبطت مفعول قنبله محليه في كفر الشيخ تحديدا بجوار مديريه الزراعه تحديدا، عقب تلقي بعض العاملين استغاثات من مديريه الزراعه تحديدا بوجود قنبله بجسم غريب داخل تانك سياره تحديدا. انتقلت قوات الحمايه المدنيه واداره المفرقعات وتم احباط مفعول هذه القنبله. ايضا هناك رعب في الشارع المصري من حجم القنابل التي يتم القبض عليها، سواء كان في اسكندريه تحديدا او في الجيزه او في القاهره. هناك تعليمات من وزير الداخليه بضروره تفعيل تواجد رجال المفرقعات في بعض الشوارع. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريده المصري اليوم. وبخصوص ايضا المفرقعات مشاهدينا الكرام، اعلنت وزاره الداخليه في بيان عاجل لها ابطال مفعول قنبله يدويه امام مديريه الزراعه بكفر الشيخ. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا السيد اللواء اسامه متولي مدير امن كفر الشيخ. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، يا اهلا وسهلا. يعني مزيد من التفاصيل حول ابطال مفعول القنبله. هو الحقيقه النهارده على الساعه حوالي 10 وثلث تقريبا ابلغنا بان في جسم غريب موجود امام مبنى مديريه الزراعه في مدينه كفر الشيخ. المبنى ده بيبعد عن مبنى مديريه الامن بحوالي من 75 الى 80 متر تقريبا. تم الانتقال بسرعه الى المكان والسيطره عليه، وبعمل كبدون وغلق بعض الشوارع المؤديه الى هذا المكان. انتقلت اداره المفرقعات التابعه للحمايه المدنيه في المديريه هنا، وتم التعامل مع الجسم الغريب ده اللي هو تبين انه عباره عن ثلاث مواسير بلاستيكيه طول الماسوره حوالي من 15 ل 20 سم،
داخل الثلاث مواسير، ثلاث مواسير مربوطين مع بعض كده من خلال سورتيب او بلاستر. نعم. داخل الثلاث مواسير في كميات من البارود، ال 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 في وصله كهربائيه معموله، حاجه بدائيه، بطاريه باسلاك. بيفترض ان الجسم ده بينفجر بمجرد انه البطاريه تستنفذ طاقتها، الدايره بتتفتح، يعني شغل فني كده الحقيقه. المهم تم التعامل مع الجسم ده وابطال مفعوله باستخدام المدفع المائي اللي هو بيبطل مفعول مثل هذه الاجسام. المدفع المائي. اه. تم التوصل يا فندم للمتهمين؟ هو طبعا دي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. هو طبعا الموضوع ليه شقين، شق تعامل مع الموقف، وده تم الحقيقه ب ب ب بتقنية عالية وبفنيات عالية وسيطرة على المكان وانتقال سريع. الشق الثاني بقى اللي هو احنا شغالين فيه دلوقتي، بنفحص بقى المكان، بنعيد مناقشة وتطوير مناقشة المبلغ، بنحاول ان احنا نجمع معلومات من مكان، يعني بنحاول نستفيد بقدر الامكان من مكان الواقعة. لا ان شاء الله في شغل معمول دلوقتي من خلال المباحث وبالتنسيق مع الامن الوطني والامن العام، وصولا الى ان شاء الله للشخص اللي هو ترك هذه العبوه في المكان المحدد. يا فندم، يعني في الفتره الماضيه سمعنا كثير قوي عن وجود بعض القنابل اليدويه، سواء صناعه محليه او يعني صناعات خارجيه، يعني تاثيرها ايه؟ يعني لو انفجرت لا قدر الله، التاثير بيكون ايه يا فندم؟ هو الحقيقه من خلال التحليل الفني للجسم اللي احنا ظبطناه ده، انه لو انفجر والتفجير ده أثر على مركبة أو عربية أو متواجدة بالقرب، ممكن مجال تفجيره يبقى كبير شوية. إنما لو انفجر في مكانه وما كانش فيه متواجد يعني بالقرب من المكان التفجير، لأن يعني حيز التفجير بتاع الجسم ده باعتبار إنه جسم يعني أو شراك خداعي بدائي جدا، حجم التفجير بتاعه بيبقى بسيط. إنما لو التفجير ده طال عربية من العربيات، طبعا العربيه فيها وقود ممكن تنفجر، ممكن التفجير ده ياثر على عربيات اخرى او على اماكن او منشات اخرى قريبه. انما الحمد لله ده ما تمش وابطلنا مفعولها الحمد لله، وربنا الحمد لله سلم وصدر يعني. الحمد لله. طب يعني رساله اخيره لمشاهدينا الكرام، يعني اذا وجدوا اي جسم غريب يا فندم، بالتاكيد بنصر دائما على التاكيد على هذه المعلومه، تقول لهم يا فندم؟ هو الحقيقه باكد لهم على انه لابد ان يبقى في حرص وحذر شديدين جدا، والابلاغ الفوري والابتعاد عن المكان. البلاغات اللي هي زي كده، جميع البلاغات الحقيقه بيحصل فيها انتقالات سريعه، انما ده البلاغ ده بيلقي يعني بيبقى له اهتمام خاص، بنقدر ان احنا نعمل كردون، بنقدر ان احنا نبعد الناس المره، بنقدر نسيطر على المكان. ف يعني بنصح الساده المواطنين انه في حاله مشاهدتهم لاي جسم من الاجسام الغريبه انه يبلغ في الحال، يعني يبلغ في الحال ويبتعد عن هذا المكان وينصح الاخرين بالابتعاد عنه. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء اسامه متولي مدير امن كفر الشيخ. مستمرين مع حضراتكم في اخبارنا، حيث قررت المحكمه الاقتصاديه اليوم تاجيل استئناف نيابه الاموال العامه على قرار محكمه الجنح الاقتصاديه ببراءه رجل الاعمال احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة من تهمة احتكار الحديد لجلسة 9 أكتوبر المقبل لضم المفردات. وكانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر. أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة أمهلت جمعية الإخوان حتى يوم الخميس المقبل لحضور أحد ممثليها إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من مخالفات مثل حيازة أسلحة نارية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات ولم يحضر أحد منهم حتى الآن. احنا امبارح كان اتفاق على قاعدتين، القاعدة الأولى
تعيين 4 من شباب الثورة مساعدين للوزير. احنا عارفين ان الصف الثاني بينقص في مصر، وبالتالي بدأنا ندور على كفاءات من شباب الثورة ينضموا الى الوزارة باعتبارهم مساعدين للوزير، تمهيدا الى انه دورة على الاكثر 4 أو 5 سنوات يستطيع هؤلاء ان ينهضوا باعباء الحكم في مصر. والحاجة الثانية، انشأنا هنا ما يعرف باسم المجلس الاستشاري للشباب. المجلس الاستشاري للشباب ده الهدف منه انه يناقش مع الوزارة كل شهر مرة ما هي الانجازات في الوزارة، ما هي المشروعات في الوزارة، وان يتقدم للوزارة باقتراحات التي يراها الشباب ضرورية. لن يحدث في هذه الوزارة، مش وزارة التضامن، في وزارة حازم الببلاوي، ان احنا هناخد قرار غير قانوني. وبعدين ما حدش يفرح ان احنا نجري ناخد القرار، احنا مش في عملية يعني شد وجذب، لانه ممكن جدا تاخد قرار ناقص الاركان فيترتب عليه انه اول طعن قدام القائد الاداري يلغي هذا القرار، وده يبقى منظرها سيء جدا، خاصة في ظل الجو الدولي اللي احنا عايشين فيه، المعتقدين ان احنا بنتخانق بس مع الاخوان المسلمين. فاحنا حريصين جدا ان يكون هذا الحل هو الحل قانونا ممتثل للقانون. أعلنت وزارة الخارجية أنه في ضوء الجهود التي قامت بها مع سفارة مصر في كاراكاس لشرح حقيقة التطورات السياسية التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو، وتمسك مصر بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي في المحافل الدولية، قررت فنزويلا إعادة سفيرها إلى القاهرة، والذي كان قد تم استدعاؤه للتشاور منذ حوالي أسبوعين. قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن هناك تحديات اقتصادية ضخمة تواجه الحكومة والمنتجين أيضا، أهمها المصانع المتوقفة عن الإنتاج وزيادة معدلات البطالة. وأشار عبد النور في مؤتمر صحفي إلى أنه تولى الوزارة وهناك أزمة طاقة ومصادر طاقة محدودة، وندرة في الأراضي الصناعية المرفقة، وصعوبة في الحصول على التمويل نتيجة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض البنكية، حيث تفضل المصارف إقراض الحكومة لانخفاض نسبة المخاطر. بلغ عجز موازنة الدولة في 30/6/2013 ما يقرب من 240 مليار جنيه، بتمثل 13.8% من الناتج المحلي. طبعا 13.8% من الناتج المحلي كعجز رقم يخض، او نسبه تخض. بلغ اجمالي الدين العام 1,600,000,000,000 جنيه، عشان اكون دقيق 1,585,000,000 جنيه، بتمثل 92% من الناتج المحلي. انخفض معدل النمو الاقتصاد المعدل السنوي الى 2.4%، وهي نسبة تقترب من النمو السكاني، ومعنى ذلك انه متوسط دخل الفرد السنوي لم يتغير ولم ينمو. معدل البطالة بلغ 13%. العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية المنتهية 30/6/2013 بلغ 212 مليار جنيه، حيث بلغت الصادرات 145 مليار جنيه والواردات 357 مليار جنيه. كما توليت الوزارة يوم 16 يوليو 2013، كانت هناك أزمة طاقة، فمصادر الطاقة محدودة، هناك ندرة في الأراضي الصناعية المرفقة، وهناك صعوبة في الحصول على التمويل بسبب مزاحمة الحكومة للقروض، مزاحمة مجتمع المنتج للقروض البنكية والمصرفية،
حيث المصارف تفضل أن تقرض الحكومة دون أي مخاطرة، سواء كان في صورة سندات أو في صورة أذونات خزانة. لذلك كان هدف الحكومة الأول هو إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتهيئة المناخ المناسب لاستعادة ثقة الأسواق، سواء كان السوق الداخلي أو الأسواق الخارجية، واستعادة ثقة المستثمرين، المستثمر المصري والعربي والأجنبي. مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، حيث قال الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل إن الوزارة جاهزة لتشغيل حركة القطارات المتوقفة منذ فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة، لكنهم في انتظار موافقة الجهات الأمنية والاطمئنان على الوضع الأمني على طريق على طول شريط السكك الحديدية حفاظا على أرواح الركاب، مشيرا إلى أنهم يريدون أولا التأكد من السيطرة الأمنية على خطوط السكك الحديدية تفاديا لعدم حدوث أعمال تخريب بالقطارات، مشددا على أنه عقب ورود الموافقة الأمنية سيتم تشغيل الحركة فورا. وأوضح الدميري أنه يجرى حاليا صيانة القطارات والتأكد من سلامتها للاستعداد لتشغيل حركة القطارات بمجرد صدور الموافقة الأمنية والتأكد من عدم حدوث ما يؤثر على سلامة الركاب. السيد وزير الخارجية المصري يلتقي اليوم مع أوائل الثانوية العامة لتكريمهم. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا هاتفيا السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. مزيد من التفاصيل حول لقاء السيد الوزير مع أوائل الثانوية العامة. هو طبعا في إطار الحرص السيد الوزير على التواصل مع كل شرائح المجتمع المصري بما فيه المنظمات الحقوقية، المجتمع المدني، قادة الفكر والرأي اللي أصبحوا الآن بيعملوا جنبا إلى جنب وزارة الخارجية. وزير الخارجية طبعا حرص على ان هو يلتقي بأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية اللي هم هيتوجهوا إلى أوروبا باكر إن شاء الله في الرحلة اللي هي بتنظمها جريدة الجمهورية، يمكن ليهم أكتر من 40 سنة بينظموا هذه الرحلة الأوائل الطلبة إلى الخارج. فالسيد الوزير حرص على الالتقاء بيهم، التفاعل معهم، أكد لهم على الدور المحوري اللي بيطلع به الشباب في مصر الجديدة ودورهم الأساسي في تفجير ثورتي 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو، وإن هم ليهم دور أساسي في صياغة مستقبل مصر اللي احنا بنتكلم عنه، خاصة إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة تحترم حقوق الإنسان ويكون في مساواة كاملة بين أبنائها أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو خلافه. بعد ذلك وشجعهم على المضي قدما في التفوق وتحصيل العلم باعتبار هو ده اللي هيبني مصر الجديدة بطبيعة الحال، ودخل معهم في حوار وشدد على ان هم يعني بنسعد بيهم عند التقدم لامتحانات الالتحاق بوزارة الخارجية، لان وزارة الخارجية دايما بتسعى وراء قبول المتفوقين وان هم يستمروا في تحصيل العلم لمستقبلهم ومستقبل الدولة المصرية. بس ده يا فندم للوهلة الاولى، يعني لقاء جديد من نوعه ان وزير الخارجيه المصري يلتقي بشباب اوائل الثانويه العامه، هل ده بيرجع لاختلاف دور الدوله او الان توجه جديد للدوله ناحيه الشباب؟ طبعا يعني كلام حضرتك سليم 100%، ووزير نبيل فهمي مهتم جدا طبعا بعد الثورتين الشعبيتين العظيمتين في ان الشباب ياخد دوره وياخد فرصته، يعني على مستوى وزارة الخارجية على سبيل المثال، ويمكن حضرتك عرفت في إعادة هيكلة للوزارة وتم إنشاء ما يسمى بوحدات أو شؤون يتولى فيها الشباب المسؤولية إن هو يعرض على وزير الخارجية مباشرة يكون رأيه ويكون ليه توصيات هو يكتبها بنفسه، بالإضافة إلى ذلك
ذلك يعني الدولة المصرية مش وزارة الخارجية فقط، الدولة المصرية كلها دلوقتي بتتكلم على الدور الرئيسي للشباب، في نواب للوزراء في عدد من الوزارات من الشباب عشان يبقى في صف تاني وتالت بطبيعة الحال، وهو ده اللي يتولى المسؤولية، وده اللي أكد عليه نبيل فهمي وزير خارجية في لقائه اليوم، إن اللي هيصيغ مستقبل مصر هم الشباب وهم اللي هيتحملوا المسؤولية. حتى الحكومة الحالية حكومة انتقالية، ومن ثم يعني عليه الشباب المصري عليه دور مهم جدا في صياغة المستقبل للبلد ويتحمل المسؤولية في هذا الإطار. ننتقل لجزئية أخرى سيادة السفير، وهي العلاقات بين القاهرة وكاراكاس. فنزويلا عادت مرة أخرى سفيرها، شايف ده إزاي؟ شايف ان ده عودة الى الصواب، عودة الى الصحيح الامور، قراءة دقيقة وإلمام بحقائق الامور في مصر. ان القرار اللي سبق ان اتخذته فنزويلا منذ عدة اسابيع كان متسرعا، يمكن كان المبرر الوحيد ليه ان يعني بنعطي بعض العذر لدول امريكا اللاتينيه تحديدا، لانها اكثر مناطق العالم التي اكتوت بنيران الانقلابات العسكريه. ولكن انا اوضحنا تماما، وده شغل السفاره في المصريه في كاراكاس ووزاره الخارجيه والمواد الفيلميه والاعلاميه اللي تم نقلها لهم، ان القوات المسلحه تحركت استجابه لاراده الشعب اللي خرج بالعشرات الملايين، وان القوات المسلحه ليس لها اي دور سياسي على الاطلاق. في رئيس مدني السيد المستشار عدلي منصور، في حكومة مدنية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وفي خريطة طريق بنمضي فيها قدما. الجانب الفنزويلي أدرك حقائق هذه الأمور، وأن مصر دولة طبعا بتعمل في إطار الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، ومن ثم هي الأمور عادت إلى نصابها وعادت سفيرها إلى القاهرة. يمكن فاضل دولتين فقط، الإكوادور وموريشيوس، وهم في الطريق. يعني كل دولة بتاخد وقتها انها تحلل الامور، وكل ما نطلبه منهم ان قراراتهم وتصريحاتهم تتم على اساس الواقع وعلى اساس المام بحقائق الامور. هذا هو ما نطلبه من الجميع. سعادة السفير بدر عبد العاطي، انا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، انا بشكرك شكرا جزيلا، وايضا بشكر حضرتك على تواصلك الدائم مع وسائل الاعلام من اجل ايضاح الصورة. بشكرك شكرا جزيلا، مستمرين مع حضراتكم في الحياة الان، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. ومشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم مرة ثانية في الحياة الآن، وبنستكمل مع حضراتكم أخبارنا، حيث بدأ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم جولة تفقدية بمشروع شرق العوينات وتشكى، ويرافقه مستثمرون إماراتيون من شركة الظهرة والتي تقوم باستصلاح واستزراع 100,000 فدان بمشروع تشكى على فرع 3. كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي الجهة صاحبة الولاية على أراضي المشروع كاملا. كانت شركة الظاهرة الإماراتية قد قررت استئناف العمل بالمشروع وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 500,000,000 جنيه لضمان الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تصل إلى 20,000 فدان كاملة، حيث ستزرع بمحصولي الشعير والقمح، بينما تتجه الحكومة حاليا لإعداد مشروع قومي كبير بمنطقة تشكى، وذلك بإقامة مجمع زراعي صناعي متكامل اقتصاديا وفنيا وإداريا في المنطقة على مساحة إجمالية 100,000 فدان، وعلى مساحة زراعية صافية 75,000 فدان. قال لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية ورئيس اللجنة العليا لتقييم الأراضي أن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي، حيث تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة $450 للمتر و $610 بمدينة الشيخ زايد و $385 في دمياط الجديدة و $225 في مدينة بدر و $160 في المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة و $190 للمنطقة الثانية الأكثر تميزا تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج.
وكشف لطفي عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد من محافظات مصر، وهي مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصلحية الجديدة والنوبرية الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. التقى اليوم وفد حكماء إفريقيا برئاسة عمر كوناري الرئيس المالي السابق بعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسه الدكتور محمد فائق. يعني جزء كبير من المحادثات كان متعلق بدور مصر في إفريقيا وكيف أن الاتحاد الإفريقي يعني مستعد لعمل علاقات قوية مع مصر، وإن مصر هي لها دور أساسي ومهم جدا في الاتحاد الأفريقي. الحقيقة إن كلامهم كان يعني في صدق شديد جدا وبحب شديد جدا، وإن هم مقتنعين بخريطة الطريق بالذات، وكان التركيز كله على خريطة المستقبل، ان احنا كيف نبني الديمقراطية وكيف يعني يتم مساعدة الاتحاد الافريقي، كيف يساعد مصر في هذا الاتجاه. وطبعا احنا رحبنا جدا بالعمل الافريقي والمساعدات الافريقية التي يمكن ان احنا نتبادلها في هذا الوقت. هذا الوفد الحقيقة شكرناهم، واعتقد ان هم يعني طواقين لأن يروا مصر قوية ومصر مستمرة في دورها تلعب دورها في الاتحاد الافريقي. يعني التقرير اللي هم قدموه، عشان هو قدموش التقرير بتاعهم لسه لغايه دلوقتي، ولكن ده استكمال للتقرير، وهنكون على اتصال معاهم باستمرار. وهم يعني بيروا ان موضوع حقوق الانسان مهم جدا، بنلعب دور كبير جدا في بناء مصر، واحنا طبعا بنؤيدهم في هذا او بنتفق معاهم في هذا، وهم ارتاحوا جدا الى الدور اللي بيقوم بهذا المجلس او ما حدثتهم فيه ما نريد ان نقوم به، لان الحقيقه لسه المجلس ما بداش عمله بشكل جدي، ولكن ان شاء الله نبدا فورا في هذا الاتجاه. بس خطوه تاجيل للاعلام الغربي طبعا زياره وقت الحكماء افريقيا في المجلس القومي للحقوق الانسان، ماذا تمثل خطوه تاجيل للراي العام الدولي؟ لا، هو الحقيقه ده بيوري ان اهميه العالم كله بينظر الى دور حقوق الانسان في اي شيء هو داخل في عمليه في خريطه الطريق. احنا مهتمين من جانبنا، احنا مهتمين جدا بحقوق الانسان في خريطه الطريق. وايضا العالم الغربي ما في شك او العالم بصفه عامه بيهتم قوي بمدى حقوق الانسان. احنا نريد ان نسير في اتجاه يلم كل أو يعني يكون في نوع من الوحدة الوطنية الحقيقية. لا نريد تهميش أحد، لا نريد إبعاد أحد، ولكن العنف يجب أن يقف أولا، وهذا ما ركزت عليه بكل أشكاله. وأيضا الدستور النهاردة يعني يبدأ بأن هو يكون دستور توافقي ويشارك فيه الجميع. هذا ما طبعا احنا نرفض اي تدخل خارجي، لان كان هناك محاولات يعني زي مثلا حرق الكنائس زي الاشياء دي كلها، اوضحنا ان ده كان الهدف منها كله تحريك الخارج لان يتحرك ضد مصر. طبعا ده مرفوض. اظن احنا في مرحله جديده دلوقتي، ويجب ان احنا ننظر الى الامام وننظر لخريطه الطريق قبل اي شيء. شكرا. شكرا. نرحب بحضراتكم مرة ثانية في الحياة الآن، حيث أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية عن مبادرة لخفض أسعار السلع في آخر 10 أيام من كل شهر، وذلك في محاولة لكسر حالات الركود التي وصلت بالتجارة إلى نسبة 40%. وأكد الوزير خلال اجتماعه بقيادات الوزارة اليوم عن إجراء هذه المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة للسيطرة عن قوى العرض والطلب وللرقاب على الأسعار، مؤكدا بأن المبادرة تعود بالنفع على التاجر والمستهلك على حد سواء.
ينظم المثقفون والفنانون المصريون مؤتمرا صحفيا اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة حول فعاليات مؤتمر ثقافة مصر في المواجهة، الذي يعتزم المثقفون والفنانون عقده بالمجلس لمدة يومين. وأصدر المثقفون بيانا خاصا لهذا المؤتمر، قالوا فيه: كان المثقفون المصريون في طليعة الشعب المصري في معركته الطويلة والمستمرة لتحقيق الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية، وصولا إلى دولته المدنية الحديثة التي يسود فيها القانون وقيم المواطنة وتميزها العلاقات المنفتحة على كل الحضارات وثقافات العالم تأثرا وتأثيرا. من خلال صابرين يعني هموم المثقفين المصريين، واحنا طبعا من منذ اليوم الاول اعلنا يعني ان موضوع وزير الثقافه ده مش موضوعنا، وان احنا قاعدين لغايه ما يعني ان شاء الله مصر كلها تحررت وقد تحررت في 30 يونيو، وان احنا همنا مناقشه قضايانا الثقافيه. غلب على هذه المناقشات حاجتين: اولا الانفعال نتيجه الظرف اللي احنا كنا فيه، ثانياً الجزئية، يعني كل واحد بيتكلم في قضايا جزئية جدا ومعتبر ان هي دي قضية الثقافة. فكان فكرة عقد مؤتمر فكرة جوهرية، يعني فكرة شديدة الأهمية تكاد تكون هي يعني اهم انجازات الاعتصام، لان انت عايز مثقفين يقعدوا مع بعض في عقب ثورة كبرى او ثورتين او ثورة رائدة اللي هي 25 يناير ثم موجة ثانية من الثورة وتصحيحها في 30 يونيو. المثقف المصري يجب أن يشترك في وضع سياسة ثقافية جديدة تناسب الوضع الذي وصلت إليه البلاد. طبعا يعني عندنا إشكالية كبيرة جدا دايما بتحصل في مثل هذه المواقف، أن الدولة عندما يعني من أول مفهوم الحظيرة بتاع فاروق حسني إلى الآن مستمرة في فكرة انه طالما الدولة في الموضوع يبقى الدولة بتاخد الثقافة كلها لسكة التوجيه ولسكة يعني بلاش القمع، لكن على الاقل في سكة انه الثقافة دي تهدى وتبقى خاضعة دائما لرقابة شديدة جدا ونوع من انواع التوجيه اللي هي اقرب لفكرة الارشاد القومي. ومشاهدينا الكرام، أنهى السيد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جولته التفقدية إلى مشروع تشكى، والآن وصل إلى منطقة شرق العوينات. لمزيد من التفصيل بينضم لنا السيد الوزير الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هاتفيا معنا في الحياة الآن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك ويخليك. يعني عايزين نضع مشاهدينا في إطار جولة حضرتك ومشروعات تشكى وشرق العوينات. الحقيقة كنا في تشكى لحد نص ساعة فاتت ودلوقتي وصلنا للعوينات. تشكى في جهود جميلة بتتعمل دلوقتي للإسراع من عجلة التنمية. احنا زرنا مزرعة خاصة في شركة الزهرة واستثمار إماراتي في حوالي 30,000 فدان في المرحلة الأولى، يليها مرحلتين تانيين كل واحدة منهم بنفس القدر تقريبا يكملوا تقريبا 100,000 فدان. معدل الأداء بيتسارع دلوقتي بحيث أن احنا إن شاء الله في خلال 6 شهور هيكون في مساحات كبيرة مزروعة. أيضا بصينا على 75,000 فدان اللي موجودة على فرع رقم 1 واللي مقرر أن ينشأ عليها المجمع الزراعي الصناعي. المجمع الزراعي الصناعي في الحقيقة هنحاول أن احنا نعمله بتنسيق كامل للإقليم، بحيث أن الشركات اللي موجودة تنسق الدورة الزراعية بتاعتها بحيث كل المنتجات تدخل إلى مصانع إضافة قيمة ولإمكانية التسويق المجمع اللي يضمن العائد الجيد من هذا الإقليم. وإن شاء الله في خلال الشهرين القادمين هيكون في بدايات تكوين البنية الأساسية للـ 75,000 فدان، وتطرح في اكتتاب عام
بحيث انها تبقى شركه مساهمه تقدر انها تقوم بعمليات الزراعه وانشاء المصانع وتطرح بنظام القطاع الخاص، وفي نفس الوقت يبقى في اسهم مخصصه للشباب او للفلاحين او للمواطنين بصفه عامه يقدروا انهم يساهموا فيها وياخدوا منها عائد. في نفس الوقت يبقى في فرص، اولا دي هتخلق فرص عمل قدرها على الاقل 200 الف فرصه عمل مباشره، بالاضافه الى 800 الف فرصه عمل اضافيه مع المصانع اللي تنشا تدريجيا، يعني تفتح حوالي مليون فرصه عمل جديده خلال السنوات القليله القادمه. المليون فرصه عمل دول تخيل حضرتك انهم هيبقى عبارة عن مليون اسره، اظن ان ده جهد جيد جدا لتفريغ الكثافه السكانيه اللي موجوده في الوادي وانشاء مجمعات صناعيه زراعيه متكامله. نتمنى ذلك يا فندم، ولكن يعني احنا دائما عند وجود او وزير زراعه جديد في هذا المنصب بالتاكيد بيبدا اولوياته بالحديث عن مشروع توشكا وبزيارات الى مشروع توشكا، ثم بعد ذلك بيهدى الامر. هل سيكون الأمر هكذا أم أن في اهتمام جديد من الحكومة الحالية بتنتوي أن يكون مشروع توشكا على رأس أولوياتها؟ الحكومة الحالية على رأس أولوياتها إنجاح برنامج استصلاح الأراضي، ليس فقط مشروع توشكا وليس فقط العوينات، ولكن هناك أيضا مساحات في جنوب شرق منخفض القطارة، مساحات أخرى في حوالين واحد سيوة، ومساحات في الفرافرة الجديدة، ومساحات في سينا، ومساحات في وادي نطرون. ففي مساحات كثيرة مطروحة لاستصلاح الأراضي. احنا بنركز النهاردة في الزيارة بتاعت النهاردة على توشكا، ولكن هناك أيضا مساحات أخرى كبيرة في استصلاح الأراضي. برنامج هذه الحكومة أنه نضع الأساس الذي يبنى عليه برنامج استصلاح أراضي جيد وناجح خلال السنوات القادمة. يعني احنا كان معانا يعني في اليومين الاخيرين كان معانا السيد وكيل اول وزاره الزراعه لاستصلاح الاراضي، وتحدث معنا عن هذا الامر، حتى الامر اللي دعا السيد الفنان محمد صبحي انه يقول ان الوزاره بتسلك مسلك جديد واستراتيجيات جديده نحو استصلاح الاراضي. وده بيأكد الكلام اللي انا بقوله لحضرتك، ان هذه الحكومه هي حكومه تاسيسيه بتضع الاساس لتطوير في مختلف القطاعات. ولما اتكلم على مجال الزراعه بالذات بقول ان احنا بنضع الاساس لبرنامج استصلاح اراضي جيد علمي منظم، وبنضع الاساس ايضا للحفاظ على الاراضي الزراعيه القديمه اللي موجوده في الوادي والدلتا، ونحافظ عليها من الاعتداء ومن البناء المخالف، ونحافظ على نقطه الميه، ونطور نظام الري السطحي القديم اللي بقاله من ايام الفراعنه ما اتطورش، نحاول ان احنا نطوره، وهذا الاساس يبقى بدايه لنهضه مصر الزراعيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد، وبتمنى بالتاكيد التوفيق لحضرتك في مسيرتك في مستقبل مصر في الزراعه، السيد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. أعلن الأزهر الشريف أن تم اليوم بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، حيث أشاد البدوي بكافة الجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر من أجل جمع الشمل المصري، مؤكدا تأييد حزب الوفد الكامل لكل مقترحات الأزهر الشريف داخل الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبار الأزهر ضمير مصر والأمة كلها. ومشاهدينا إلى حالة الجو، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى أقصى جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلة، متوقعين أن تسجل الدرجة العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
واقتصاديا، حيث تزايدت خسائر مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة التداول وسط ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين، والتي لم تنجح في دعم المؤشرات نحو الصعود، وأدى هبوط المؤشرات إلى خسارة البورصة من رأس مالها السوقي ما يقرب من 800 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 59% في منتصف تعاملات جلسة اليوم ليسجل 5213 نقطة. ورياضيا، حيث أكد اللواء محمد علي رئيس لجنة شؤون اللاعبين أنه كان من المفترض أن تقام بطولة كأس مصر بالقوائم القديمة للأندية، إلا أن تأجيل استئناف البطولة لدواع أمنية حتى 17 أكتوبر المقبل سيدفع الجبلاية للموافقة على اللعب بالقوائم الجديدة للأندية. أضاف علي أن جميع الأندية استفادت من فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، وعلى ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في الكأس التي تعاقدت مع لاعبين جدد وتم قيدهم باتحاد الكرة. تابع أن مواعيد القيد كما هي، ولم يتم إجراء أي تعديلات جديدة عليها، بحيث سيكون آخر موعد للقيد يوم 18 أكتوبر القادم. مشاهدينا الكرام، معنا الكابتن مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضيه بشبكه تلفزيون الحياه لمزيد من التفاصيل حول بطوله الكاس. مساء الخير استاذ مهيب. مساء الخير استاذ كمال، ومساء الخير على كل مشاهدي الحياه الان. بالفعل يمكن كانت مشكله كبيره جدا لدى اتحاد الكره، طبعا بعد عدم استكمال بطوله الدوري العام المصري، وطبعا الوجود عقود ورعايه من قبل الشركه الراعيه. يعني كان كاس مصر ممكن يكلف اتحاد الكره حوالي 5 مليون جنيه، طبعا لو تم الغاء كاس مصر، لكن بالفعل توصل لاتحاد الكره على اقامه كاس مصر بالقوائم الجديده، ودي كانت عامله مشكله كبيره جدا. طبعا معظم القوائم اللي تم تقديمها في بدايه كاس مصر، طبعا في ترانسفير كل الانديه يمكن غيرت نص لاعبتها، كان في مشكله كبيره. وبالفعل الموافقه اللي كانت بتاعه مشاركه الانديه بالقوائم الجديده ده مخرج كبير جدا لاقامه كاس مصر واقامه ايضا النشاط الرياضي المصري. كلنا عارفين ان منتخبنا الوطني الان في معسكر مغلق في دار الدفاع الجوي من اجل اقامه مباراه مصر وغينيا في المباراه الاخيره في التصفيات المؤهله لكاس العالم في البرازيل 2014. واعتقد ان عجله الرياضه يمكن ابتدت تدور بعض الشيء بعد الموافقات الامنيه اللي تلقاها اتحاد الكره، من يمكن الموافقات الامنيه اللي تلقاها اتحاد الكره دي اعطته ثقه كبيره جدا في استكمال الدوري المصري العام القادم، اللي طبعا هتحدد بشكل كبير جدا ان هم حاطوا له مبدئيا في شهر 11 القادم لبدايه الدوري، لكن طبعا مش اكيد. طبعا المباريات عائق كبير جدا امام اتحاد الكره، خاصه تامين المباريات ليست فقط مسؤوليه اتحاد الكره، ولكن مسؤوليه الامن، مسؤوليه مشتركه موافقه الامن الثاني، موافقه او سريان شرايين اتحاد الكره في العمليه الرياضيه اللي بتتم الان. وطبعا بنسميها عمليه على موقف الاحداث اللي بتتم كمان، اللي بنشوفها لغطت على الاحداث الرياضيه بشكل كبير جدا. طيب كابتن مهيب، اخر اخبار المشاجره اللي وقعت بالامس في مطار الغردقه، واللي امرت النيابه العسكريه بضبط احضار شيكابالا وحازم امام وصلاح سليمان وعدد من لاعبي واداري نادي الزمالك. مصممه كمان؟ ها؟ ايوه يا فندم. مصمم ها؟ بقول لك مصمم انت. بالتاكيد يا فندم. يعني انا عايز اقول لك ان طبعا اللعيبه ثلاث لعيبه حازم امام وصلاح سليمان وشيكابالا عملوا محضر ايضا يعني ضد ضابط يعني بصفته المدنيه وليس بصفته الرسميه، بقى محضر قدام محضر، لكن اعتقد ان الموضوع في طريقه الى الحل الودي، ده اللي بيتم يعني سريانه الان، لكن الموضوع يعني شايف ان هو يمكن خد اكبر من حجمه بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن لازم ضبط النفس من اللاعبين، واللاعبين لازم يعرفوا ان هم ممكن اي حد يقدر
يتكلم معاهم، لكن الرد اعتقد ان هو رد اللعيبة كان يعني مش المفروض ان كان يحصل من لعيبة كبار وبيمثلوا مصر في المحافل الدولية والافريقية، لكن بقى محضر قدام محضر دلوقتي مدني، انا بتكلم ده كله مدني، مدني مش عسكري. مدني مش عسكري، لان حتى الضابط طبعا من كلنا بنتمني كل احترام وتقدير، هو كان موجود بملابسه المدنية وليست ملابسه الرسمية العسكرية. هو من الممكن يكون تردد ان هو يعني عسكري علشان ارضية المطار خاص او مهبط المطار هو بيكون منطقة عسكرية بتخضع للرقابة العسكرية، فمن الممكن ان تردد ان النيابة العسكرية هي اللي بتشرف على الموضوع علشان كده. هو بالفعل النيابة العسكرية هي اللي بتشرف على الموضوع، لكن انا مش عايز اتكلم يعني في المواضيع دي، هو محضر قدام محضر، واعتقد ان الموضوع ان شاء الله في طريقه للحل عشان ما ياخدش اكبر من حجمه ان شاء الله بيه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضيه في شبكه تلفزيون الحياه. ومشاهدينا الكرام الحياه الان مستمر مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام بنرحب بحضراتكم مرة تانية في الحياة الآن، وبيسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو لمزيد من التحليل في المشهد عن المشهد السياسي المصري الحالي السيد الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس. أهلا بك. يعني الآن كيف ترى الوضع السياسي بصفة عامة في كلمات مختصرة بداية نبدأ بهذا الأمر؟ الوضع السياسي نحن في مرحلة بناء، يعني اتخذنا أولى هذه الخطوات البناء المؤسسي، نحن لن نتحدث عن بناء سياسي، لكن البناء المؤسسي على الأقل يعني الخطوة الأولى كانت باختيار لجنة العشرة، الخطوة الثانية بالطبع لجنة الخمسين التي قد أثارت في بعض الأحيان بعض الاعتراضات أو بعض الاحتجاجات، لكننا في النهاية بنمضي في طريق البناء. فكرة استعادة الأمن بشكل جزئي على الأقل في المدن الكبرى، نتحدث يبقى الأمور في المناطق النائية أو المتطرفة أو محافظة سيناء، فبالتالي يعني هذا المشهد السياسي هو مشهد مشجع يعني إن لم يكن مطمئن. يعني ندخل يعني جزئية إلى تفاصيل الأمور. استعادة الأمن مرة تانية، ده اللي كان نقدر نقول نتيجة لي أن حظر التجوال أصبح من 11 مساء، السابعة وبعد كده التاسعة وبعد كده 11 بالضبط كده. يبدو بالفعل أن أيضا حتى قدرة الجماعات التخريبية على الحشد أو على القيام بأعمال يعني تخريبية قد انحصرت بشكل ما أو بشكل ملحوظ. قد يكون من ضمن هذه الأسباب الرفض الشعبي لهذه الأنشطة العنيفة، قد يكون بالطبع الملاحقات الأمنية وتنفيذ الأوامر القضائية أو الأوامر النيابة العامة بضبط وإحضار بعض رموز جماعة الإخوان أو الجماعات الأخرى المتحالفة معها أو الشخصيات التي يعني قيلت لها اتهامات بإثارة الفتن أو إثارة أو التحريض على أعمال العنف. كل هذه الأمور يمكن يعني وضعها في سياق واحد، هو الاستعادة الجزئية للأمن المصري لحاجة الأمن. يعني جزئية، نحن نتحدث عن استعادة كلية. نعم، نتمنى في القريب العاجل ان يكون استعادة كلية بالنسبة للأمن في الشوارع المصرية. يعني حضرتك شايف ان العمليات اللي بتجرى مثلا بالامس كان في شرطة بولا الدكرور القاء قنبلة عليه، واليوم كان في ايضا القاء قنبلة او موجود ايجاد قنبلة في كفر الشيخ، كان معنا السيد مدير امن كفر الشيخ حول هذا الامر، قنبلة بدائية. يعني دي عمليات فردية، مش شايف انها اصبحت سمة عام، هي عمليات فردية بسبب عمليات يائسة. قد يكون يعني انا لا اعتقد انها تكون بتوجيه من جماعة الاخوان، او وان كان هذا يجب ان يدرس، يعني كل هذه الاحتمالات يجب ان تدرس. النشاط التخريبي يعني يجب بمنطق توسيع دوائر الاشتباه يجب ان تدرس كل الاحتمالات بما فيها احتمالات ان تكون هناك عناصر اجنبية ايضا داخل مصر طبعا، بما فيها ان تكون يعني توسيع دائره الاشتباه لتشمل عناصر مخابراتيه من دول اجنبيه بما فيها عناصر امريكيه او عناصر اسرائيليه. يعني من الممكن ان تكون لا يجب بالفعل بالطبع لا يجب الدولية. بالفعل ان في هذه المرحله ان بالطبع هناك اعمال تخريبيه من قبل جماعه الاخوان والجماعات التخريبيه المتحالفه معها، وهذا امر
شهدناه ونشهده، لكن لا يجب هذا أن يغفلنا عن أن هناك أعداء خارجين. إذا حتى استطاع الأمن المصري أن يوجد هذه التحركات سوف تنشط أجهزة أخرى للقيام بعمليات تخريبية أيضا ولصقها لهذه الجماعات الدينية أو الجماعات التخريبية لإشعال الأمر، يعني إحداث أو استعادة الأمن أيضا هذا بيشكل تهديد لمصالح دول أخرى بما فيها طبعا تحدث كما شئت عن إسرائيل، تحدث عن تركيا، تحدث عن إيران، تحدث عن الولايات المتحدة. فبالتالي أظن بمنطق توسيع لا يجب أن يحصر الأمر في أجهزة الأمن المصري والتي أعني بها وزارة الداخلية. يجب بالطبع أنا أظن أن أجهزة المخابرات المصرية والأجهزة الأخرى التي تعمل بشكل معلوماتي أو كذا أظن بالفعل أنها تدرك تماما أن الأمر لا يجب أن يقتصر يعني على حضرتك الجماعات الداخلية. حضرتك جعلتني أتذكر كلمة كان قالها لي سيد اللواء سامح سيف اليزر الخبير الاستراتيجي، وقال لي أن العامين ونصف الماضيين كانوا فترة مناسبة للغاية لأي جهاز مخابرات في العالم، لأنه شايف أن الأرض المصرية هو ملعب خصب. نعم خصب له. يعني مش متخيل طبعا ان اسرائيل في السنتين ونص دول قاعده يعني بتشرب شاي وقهوه او قاعده واخده يعني استراحه كده وقاعده بتتفرج، لكن هي بتدرك طالما ان ما يحدث في مصر من اعمال فوضى وتخريب بيصب في صالحها وبيشغل اي حكومه مصريه عن البناء عن الاستقرار، فهي في الامور بالنسبه لها مصر. لكن حينما تتوقف وحينما تتمكن الحكومه او حينما تقترب الحكومه المصريه على بسط السياده واعمال القانون على كل ارجاء الوطن، اظن بالفعل انها ستنشط هذه الاعمال. يعني طبعا النشاط الهام هذا في 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 في, في 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 عرف العلاقات الدولية النشاط الهدام ده بتقوم بيه معظم الدول. يعني ممكن تكون دولة حتى مش معادية ليك وتقوم وتحدث نوع من النشاط الهدام في دولتك عشان تلصقه بدولة أخرى. يعني على سبيل المثال يعني دولة مش معادية ليك مش معادية ليك خالص تحدث عمل عنك تحدث عمل تخريب عنك عشان تلصقه بدولة أخرى أو عشان تلصقه بطرف داخلي آخر. ده سمة العلاقات الدولية. أظن أن أجهزة المخابرات بتعلم هذا جيدا وإحنا بندرسه في إطار تدريس إدارة الصراع الدولي. يعني الأنشطة الهدامة التي حتى لو كان دولة ما فيش عداء حتى لو ما فيش دولة عداء حتى لو أنا ما عنديش أنا عندي دولة سين وعداء مع أنا معايا عداء مع دولة صاد، لكن إن أنا في علاقة جيدة بين دولة صاد ودولة سين، فأنا عاوز أخرب هذه العلاقة، فإن أنا بأحدث نوع من النشاط الهدام سواء عملية اغتيال، تفجير، تخريب شبكات كهرباء أو كل هذه الأمور وألصق التهمة بالدولة سين حتى تخرب هذه العلاقة، مع إن أنا ما عنديش أي يعني بعد عدائي بينها وبينها، لكن في النهاية أنا بستفيد من تخريب هذه العلاقة. وده يعني من الممكن لو الشأن الداخلي كان اليهود قبل 52 اعتقد كانوا بيعملوا بعض العمليات التفجيرية فضيحة لابون بالظبط. يعني ده المقصد بهذا الامر ممكن يكون شكل مشابه لهذا بالظبط. فانا حتى لو تمكن الامن المصري من القضاء على هذه الجماعات التخريبية وعلى سلوكها واستطاع بالفعل ان يوجدها، يجب بالفعل التحسب إلى أعداء خارجيين. يعني حتى في يومنا هذا يعني يجب أن لا نحصر كل تركيزنا على هذه الجماعات التخريبية. هذه الجماعات بالطبع بتقوم بعمل تخريبي أنا أتفق وشهدناه وتستهدف وهي مناهضة لأي مشروع وطن، لكن أيضا هناك جماعات أكثر أو تتوازى مع في الحالة العدائية هي الجهات الخارجية. يعني نتحدث لا يجب في أي مرحلة من المراحل أن نغفل أعيننا عن إسرائيل. إسرائيل في حد ذاتها هي مشروع تخريب، إسرائيل في حد ذاتها هو مشروع هدام. فبالتالي حتى إذا صمتت حتى وإذا بدت أنها في اتخذت سمت المراقب أو سمت المحايد أو كل هذه الأمور لا يجب الاطمئنان طبعا. وأظن بالفعل أن يعني هذه ليست نصيحة أوجهها لأجهزة الأمن والمخابرات، أظن أنهم يدركون ويعلمون حدود دورهم جيدا. يعني لو هنتطرق للتظاهرات اللي دعت إليها جماعة الإخوان سواء في الجمعة الماضية أو الجمعة اللي قبلها واليوم أيضا دعت اليوم للتظاهرات، الأعداد مش موجودة الآن في الشارع، ولكن في الجمعة الماضية كان في أعداد بالعشرات في بعض المناطق، وكان في قبضة أمنية بتسيطر على أي أعمال عنف خاصة المشهد اللي شفناه في المهندسين. الجمعة اللي قبلها كان في أعداد قليلة للغاية.
شايف احنا ماشيين ازاي؟ طيب في وقدرتهم على الحشد في احنا عايزين نفرق بين جماعه الاخوان ككيان تنظيمي ولها اعضاء منتسبين لها وما يمكن ان نسميه بجمهور الاخوان جمهور مشجعين وايضا هناك الانصار يعني. جماعات يعني احتياط او بديل او حليفه يعني بتلعب معاها في نفس الملعب لكنها مش ضمن الفريق هي موجوده مستلفاها يعني زي الجماعات التكفيريه او الجهاديه او كل هذه دي الجماعات الحليفه دي موجوده مع هذه بشكل ما اخر يمكن ان نتحدث عن ما يسمى بجماعه الجماعه الاسلاميه يمكن ان نتحدث عن جزء كبير من التيار السلفي ايضا هو متحالف برغم طبعا يعني تقديرنا لمواقف المواقف العمليه اللي بيسلكها حزب النور لكن هناك معظم الجمهور المشجع او المشارك في الاعمال الاخوان هو من التيارات السلفيه برغم طبعا من ان السلفيين هم اكثر انفتاحا واكثر قدره على الفهم وعلى استيعاب الواقع اذا اتيح لهم التعرض لمصادر المعرفه ومصادر العلم الحقيقي وانا أركب هذا جيدا سواء في ساحات المحاضرات أو في الساحات العلمية بالفعل أرى أنهم أكثر قدرة ولديهم يعني قابلية أو شغف للتعلم أو شغف يعني استيعاب ما يحدث بعكس طبعا جماعة الإخوان هم بياخدوا يعني معلوماتهم من مصادر واحدة حتى العلم الذي يدرسونه في ساحات الجامعات أو المحاضرات لا ينتفعوا به هم لديهم تصورات معينة لا تستطيع أن تغيرها عنده من الأشياء الغريبة أيضا يعني عذرا للمقاطعة ولكن من الأشياء الغريبة اللي حصلت النهاردة واللي مدينا بها زميلنا يسر البدري رئيس قسم الحوادث في مصر اليوم أن في تحقيقات النيابة سعد الكتتني رئيس حزب الحرية والعدالة اتهم اللي بيحصل ده بأنه ده من الإخوان ومن ناحية تانية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان قال لا ده دول تبع الحرية والعدالة فشايف ازاي تخليهم يعني القيادات الاخوانيه بتتخلى عن بعضها ده بيلصق التهمه الاخوان يلصق التهمه بالحريه والعداله والحريه والعداله يقول الاخوان في حين ان الاثنين شيئان الامر واحد ما فيش فرق يعني انا ما لا لا لم اكن اقتنع بفكره ان هناك حزب اسمه حزب الحريه والعداله وفكره ان جزء من تنظيم اخواني جزء من ممارسات او سلوك سري يتناقض مع مفهوم الدوله يتناقض مع مفهوم الواقع الذي نعيشه فبالتالي أنا لا أستطيع أن أفرق بين يعني إذا كان أنت لديك أو لدى آخرين فرق بين الحزب وبين الجماعة أو بين الجمعية وبكده طلعونا حاجة جديدة اسمها في فرق بين الجماعة والجمعية إحنا هنحل الجمعية لكن الجماعة موجودة مش طبعا يعني بتخش في دهاليز المصطلحات ودهاليز طبعا نحن نتحدث عن ممارسات وعن فكر عن فكر أفضى إلى ممارسات هذه الممارسات هي مناهضة لأي مشروع وطني سواء منذ الأربعينات أو حتى الخمسينات والستينات وما أدراك ما الستينات ثم طبعا ما أدراك ما الستينات دي ده شيء إن إحنا يجب بالفعل من لا يعلم يجب بالفعل أن يدرك ماذا حدث في الستينات بغض النظر عما حدث من انتكاسات لكن كان هناك إنجازات كل القاعدة الصناعية التي دمرت بعد ذلك هي أنشئت في الستينات كل المشروع الثقافي الكتب التي كنا نشتريها بقروش من سور الأزبكية هي كانت مطبوعة الستينات يعني كثير ممن تعلموا ممن نالوا هذا العلم الذي كان يتحدث وما أدركه من الستينات هو الذي تعلم في يعني في الستينات وحصل والده على مزايا في الستينات فطبعا كان هناك مشروع عدالة اجتماعية في الستينات لكن في النهاية نحن بالفعل يعني على مر هذه المراحل سنجد أن هذا المشروع الإخوان هو مناهض لأي مشروع وطني وحينما أعطيت لهم الفرصة للحكم بدت مساوئهم طب شفت ازاي حكم القضاء الإداري اليوم يعني أنا بتكلم على الإخوان وأيضا بتكلم على صوتهم نعم. الإعلامي قناة الجزيرة المباشرة المصري واليرموك وأحرار 25 وقناة القدس شفت ازاي قرارات القضاء الإداري اليوم بغلق هذه القنوات ووصفتهم بأنهم كالشياطين هو ده نوع من ده أنا ما بعتبروش إعلام وفي فرق بين الإعلام يعني حتى من المصطلح إعلام إنك تعلم يعني مصطلح لغوي تعلم شخص آخر عن شيء معين لكن هذا ليس لم يكن إعلام يا وصلت بأنها قنوات فتنة قنوات بالطبع فتنة يعني بتبص الأكاذيب الأخبار من أطفال سورية إلى الأخبار التي من شأنها بالفعل يعني حتى في القانون الدولي يعني بث الدعايات الموجهة
او بقى الاذاعات الموجهه يعني على سبيل المثال كان ما كانش فيه الاقمار الصناعيه قبل كده، لكن كانت الدوله ممكن تبث اذاعات موجهه عن طريق البحر، بمعنى ان السفينه تقترب يعني قليلا من او قرب المياه الاقليميه وبعد كده تبتدي تبث اذاعه موجهه للدوله اللي هي المنافسه، ده عمل مجرم في القانون الدولي. طبعا القانون الدولي بعد ذلك لم يتدارك ان هناك ايضا الاقمار الصناعيه ابتدت تبث هذه الاشياء، يعني هي اشبه بالصحف الصفراء او بالاشياء الضاره بالمجتمع، فبالتالي هذا لم يكن اعلاما. يعني كان في اتصال هاتفي معنا ايضا في الحياه الان الاستاذ جمال فهمي وكيل نقابه الصحفيين، قال لنا ان الغرب بيتبع اسلوب اخر وهو ان بيغلق هذه القنوات اللي بتدعو للفتنه ولاثاره عدم الاستقرار في البلاد بقرارات اداريه. وده الامر اللي ما بتتبعوش مصر، يعني ما اتبعتوش مصر، اتبعت مصر الطرق القانونيه بان في قرار من محكمه القضاء الاداري ولم تصدر قرارات اداريه. يعني هل تستطيع دوله معينه ان تبث اذاعه من اوروبا او موجهه لاوروبا على قمر صناعي اوروبي هذا يناقض الأسس والقيم العامة لهذه المجتمع والبناء الوطني على يعني هل هذا يدعو على سبيل المثال لتفكيك مملكة بريطانيا إلى اسكتلندا تبقى جزء وهذا جزء على سبيل المثال يعني، أو يدعو إلى القضاء على المذهب الأنجليكاني في بريطانيا واستبداله بالمذهب الأرثوذكسي مثلا على سبيل المثال، هل هذا يعني يجوز وستسمح به بريطانيا وسينشر على تردداتها أو على قمر صناعي مثلا على سبيل المثال؟ أظن بالفعل أن معظم هذه القنوات التي صدر قرار بإغلاقها هي تبث عن طريق القمر الصناعي المصري. نايلسات. يعني حتى كان في يعني قناة الجزيرة اليوم قالت إن يعني غيرت الترددات الخاصة بها علشان مشاهديها يشوفوها على النايلسات. يعني على نفس القمر. أظن هذا أمر فني، أظن أن يعني الأجهزة الفنية تستطيع بالفعل أن يعني تلاحق او ان تحكم سيطرتها على بحيث لا تبث على نايلسات، ترد تبث بقى على اي قمر اخر. لكن لو هنتطرق للاخوان ولكن على الطرف الاخر من الحدود حماس. نعم. شفت ان حماس يعني فقدت دعم سوريا في الفتره الاخيره وايضا بتفقد دعم مصر، يعني موقف حماس من الأزمة السورية رغم أن حماس كان المكتب الإداري بتاعها أو المكتب السياسي كان موجود في سوريا، الآن فقدت تماما الدعم السوري وأيضا بتفقد الدعم المصري، شايف حماس إزاي وهي المفترض أنها حركة المقاومة الفلسطينية؟ حماس فقدت جدواها كحركة مقاومة حينما دخلت في عملية سياسية أو في لعبة سياسية وهي تحت الاحتلال. يعني منذ عام أظن 2003 أو 2006 حينما دخلت حماس، أظن كان في عام 2006 حينما دخلت أو إلى ساحة العمل السياسي، حذرنا أكثر من مرة. لماذا؟ لأن أنت في النهاية بتشارك في عملية سياسية وأنت تحت الاحتلال، يعني عملية سياسية بمعنى أنك لن تستطيع أن تتحرك، يعني حينما تشكل حكومة على سبيل المثال وهذه الحكومة مقرها في غزة أو مقرها في الضفة، كيف ستستطيع أن تنتقل دون أن يكون هناك رضا أو موافقة من وأنت في النهاية العملة نفسها، العملة التي كانت ينفق بها هي العملة الشيك الإسرائيلي، لم يكن يستطيع قادة حماس التحرك من هنا أو هناك إلا بموافقة إسرائيلية. فبالتالي أنت يعني أي ديمقراطية أو أي انتخابات في ظل الاحتلال هي عملية عبثية، عملية لا قيمة لها. طبعا توصلت أخطاء حماس إلى أن حصلنا على كيانين منفصلين، كيان في الضفة وكيان في غزة، وأصبح حل الدولتين الذي كان يروج إليه أوباما بمعنى دولتين فلسطينيتين، دولة كانتون في الضفة وكانتون في غزة، وهذا هو دولتين اصبحوا دولتين فلسطينيه. هذا هو يبدو بدأ من دوله اسرائيليه وفلسطينيه انه حل دولتين. ثم بعد ذلك اخطاء الانقسامات وهذه الاخطاء او الجرائم التي ارتكبتها حماس وفتح كلاهما لا تنسى ان فتح نفسها كانت حركه مقاومه، وكانت حركه مقاومه تلهب حماس الشارع العربي كله، يعني يعني ما النهارده ما بتيجي تنتقد حماس بيقول لك ما تنسوش ان احنا وجهنا ضربات قويه الى العدو الصهيوني. طيب كويس، فتح وجهت عمليات اكثر في العمق الصهيوني وضربات، وفتح كانت حركه مقاومه ثم بعد ذلك استنزفت واصبحت
يعني مشروع سلطة. الآن حماس تحولت إلى كيان ارتزاقي، كيان مرتزق، يعني ليس له علاقة بالمقاومة ولا يعني، وللأسف أقول هذا، خربت العلاقة طبعا. يعني هي من موقع انتهازي لم يكن متصور أنها تبقى وتساند بشار الأسد. بشار الأسد حينما رأت أنه ورقة محروقة، وحينما أيضا انقلبت عليه قطر والسعودية، فبالتالي أيضا الكفيل بتاع حركة حماس أو الذي يمدها الآن هو شريان الدعم المادي هو قطر، فبالتالي لا يمكن أن تبقى حركة حماس موجودة في دمشق ويبقى خالد مشعل موجود في دمشق، فانتقل إلى مكان آخر سواء كان في قطر أو في أي دولة أخرى، لكن في النهاية هو حرك أو رمى ورقة دمشق وتخلى عن دمشق التي طالما تعرضت للتهديد والضغط بسبب احتضانها لحماس وجهاد حركة حماس والجهاد، وكانت من ضمن أوراق الضغط على خالد مشعل، كان دائم المكوث في دمشق كل المكتب السياسي لحركة حماس، كل الضغوط التي كانت توجه ضد سوريا أنها كان للتخلي عن حماس أو للتخلي عن حركة الجهاد الفلسطيني في، وكانت مكاتبهم موجودة في دمشق. بعد ذلك أيضا يعني هي فقدت دعم دمشق، فقدت دعم الحليف المصري، لا أقول الحليف المصري بمعنى حليف الإخواني، لا الحليف كمصر، الدولة المصرية، خسرت الدولة المصرية، الدولة المصرية بالفعل يعني. وإن كان هناك ما زال تعاطف لدى بعض النخب الواعية بشأن القضية الفلسطينية، لكن أظن بالفعل أن يجب أن نفرق بين حماس وبين الشعب الفلسطيني، أو بين حماس وبين قطاع غزة. كثير منهم في قطاع غزة سواء كانوا يعني تعرضوا لتأثير لعملية غسل أدمغة من حماس أو معارضين لحماس، يعني مش لازم يكون إن احنا نعامل قطاع غزة على إنه قلب وقالب مع حركة حماس، فبالتالي هي خسرت الدعم المصري وستفقده، وهذا بالفعل أكبر ضرر على القضية الفلسطينية. يعني أظن أن وصول الجماعات الدينية إلى الحكم في مصر كان يمثل أكبر ضربة للقضية الفلسطينية، لأن جماعة حماس اختزلت القضية الفلسطينية في تواجدها في السلطة، واختزلت الكفاح والدعم المصري في تواجد الجماعات الدينية في مصر في السلطة، فبالتالي اختزلت هذه القضية. فحينما لفظت هذه الجماعات من مصر أظن بالفعل أن الشعب المصري الذي لفظ هذه الجماعات هو بيلفظ طبعا حماس والتي، لكنه يجب بالفعل بناء إعادة بناء الوعي مرة أخرى لتذكير الشعب المصري أن قضية الفلسطينية هي قضية مصرية، يعني لا يضرنا ما فعله حماس وما تفعله من تخريب. ازاي يا فندم في هذا الاطار؟ يعني حماس بتاخد موقف عدائي من الدولة المصرية الحالية والإدارة الحالية، نعم، فتح موجودة في الضفة الغربية، حماس موجودة في غزة، في انفصال تام ما بين الطرفين، ما فيش أي تواصل أصلا يا فندم، يعني على أرض الواقع ما فيش تواصل ما بين الجزئين الفلسطينيين. إزاي مصر تقدر تدعم القضية الفلسطينية في ظل العداء الحالي ما بين حماس ومصر؟ مصر طالما دعمت القضية الفلسطينية على مدار أكثر من 65 عام، فبالتالي علينا بالفعل أن نجد بدائل، أن لا يتوقف الدعم عن الشعب. نحن خضنا جميع الحروب مع إسرائيل بسبب فلسطين، ليس بسبب فلسطين كأنها أرض عربية، لكن بسبب أن تهديد الأمن المصري بيبدأ من فلسطين، بيبدأ من الشام. وحدة الشام هي وحدة واحدة، سواء الشام أعني به بداية من سوريا للبنان لفلسطين للأردن، ما يحدث في هذه الدول سوف يؤثر بالسلب على الوضع الأمن القومي في مصر. ما التهديدات التي تشن ضد سوريا وإضعاف أو تفتيت الجيش السوري، لا أقول فقط تفتيت الجيش السوري، تهديد سوريا كوجود كوحدة جيوسياسية كدولة، يعني سوريا في النهاية يعني مهددة بالتقسيم أكثر من العراق. سوريا النهاردة احنا بنتحدث عن تعدد طائفي وتعدد إثني تعدد لغوي، ولا تنسى أيضا أن سوريا يعني هي دولة أيضا بنعتبرها برغم طبعا عراقة الشام وكل هذه الأمور، لكن هي دولة بالمعيار السياسي دولة حديثة منشئة منذ عام 1939 فقط، قبل ذلك كانت ولايات، يعني كانت كل ولاية من الولايات يعني لها حكم أشبه بحكم ذات تحت طبعا بقى دول مختلفة، الحكم العثماني الحكم الأيوبي الحكم، لكن في النهاية كنا نتحدث عن ولايات. فبالتالي أنا يعني ما يهدد كذلك ما ينطبق على سوريا ينطبق على فلسطين. طيب بخصوص سوريا، يعني لا. اليوم كان في لفتة يعني لفتت إليها روسيا أكدت أن أقمارها الصناعية
رصدت صاروخين باليستيين موجودين أو أطلقا في محيط البحر المتوسط. إسرائيل بعد كده أكدت أن الصاروخين الصواريخ الباليستية هذه تابعة لها. نعم. شايف أن إسرائيل من الممكن أن تدخل في المشهد؟ أنا أظن أن إسرائيل لن تدخل في المشهد في الوقت الحالي. إسرائيل بالفعل ولا يعني أي دولة ستدخل في المشهد في الوقت الحالي. يعني هي الولايات المتحدة حددت أهداف محددة لهذه الضربة، هي إجهاض قوة الجيش السوري ويعني تغيير معدل الصراع الداخلي لصالح المعارضة أو مش المعارضة، الجماعات المتحاربة سواء ما يسمى بجبهة النصرة أو جماعات التكفيرية أو كل هذه الأمور، حتى تستطيع هذه الجماعات أن تنهك الجيش السوري. يعني خلال يعني أيضا لن تستطيع أن تسقط النظام السوري بشكل ما أو آخر، هي يعني مجرد استنزاف لقدرات الجيش السوري وأيضا استنزاف لهذه الجماعات التكفيرية. يعني هي الجماعات دي التكفيرية اللي بتحارب النهاردة هتستخدم بعد ذلك كورقة تلقى في سلة المهملات. بعد ذلك هي هناك خشية أيضا من وجود هذه الجماعات وأن تكون امتدادا للحركات الإرهابية والتكفيرية والتي سوف تهدد بشكل ما أو بآخر إسرائيل، سوف تهدد تركيا. فبالنهاية هي الغرض هو إنهاك هذه الجماعات. حينما بدت كفة ميزان القوى يتغير لصالح بشار الأسد أرادت الولايات المتحدة أن تعدل هذا الميزان ليصبح هناك على الأقل تعادل أو تفوق لهذه الجماعات التكفيرية كي تستطيع أن تخوض صراعا مستمرا يستمر إلى شهور ما أو آخر، حتى إذا سقط نظام الأسد ستسقط مع سوريا كلها، بمعنى أن سوف يتم تدمير سوريا، سوف يتم تدمير الجيش السوري، وسوف يكون هذه الجماعات أيضا أصبحت أشلاء نفسها. هذه الجماعات نفسها التي تقاتل يعني سوف تكون استنزفت في النهاية. فهذا هو ما تستهدف. بعد ذلك بقى تحدث عن دور إسرائيلي المخلص بقى بعد ذلك لاستقطاع كثير من الأراضي في سوريا أو لإحكام سيطرته على هضبة الجولان ووضع كثير من الاستحكامات. تحدث عن دخول تركي كطرف في المعادلة. بعد ذلك في البداية ستدخل كطرف سياسي لأنها تريد أن يعني تكون هي الحاضنة لهذه الجماعات أو هي الداعمة للحركات المتنافرة لكي تقيم دولة من جديد أو كل هذه الأمور، أو بحجة أنها تريد أن تحفظ أمن حدودها الجنوبية، وبالتالي أن هناك تهديد من قبل هذه الجماعات ضد تركيا، فستدخل تركيا لسوريا تدخل عسكري أو تدخل سياسي. ستدخل تركيا في النهاية هو دور رأس الحرب وعسكري في سوريا بالطبع بعد طيب. بعد هذه المرحلة لو هبقى مع الجزء الإسرائيلي، لكن مش أثناء هذه الضربة. الضربة دي ستكون ضربة أمريكية صرف، ضربة أمريكية صرف أراضي سورية أو من البحر. طيب شايف الضربة الوشيكة الأمريكية الموجودة سواء هتطلق من تركيا أو من قبرص أو من البوارج الأمريكية الموجودة الآن في البحر المتوسط في شرق البحر المتوسط، يعني وإطلاق تلك الصواريخ على سوريا، تبعات هذا الأمر على إسرائيل، هل من المتوقع أن تطلق سوريا صواريخ سكود كما فعلت العراق على إسرائيل في حرب العراق؟ لا، أنا لا أتصور أن تفعل ذلك سوريا. يعني وصلت لها الرسالة أن هذه الضربة سوف تشن ضد منشآت عسكرية وليس بغرض إسقاط أمريكي للنظام السوري. الإسقاط الأمريكي إسقاط للنظام السوري سوف يعني في التصور الأمريكي سوف يكون بيد السوريين أنفسهم أو الجماعات المتحاربة ما يسمى بهذه الجماعات المتحاربة. فبالتالي أظن أن بشار لن يوسع من نطاق الحرب بجر إسرائيل، لأنه بالفعل في هذه الحالة إلا إذا كنا نتحدث عن الخيار شمشون بقى، يعني هو خلاص. لا يعني أنا أقصد أن الأخير. إسرائيل هي الحليف الرئيسي والولايات المتحدة هي حليف رئيسي لإسرائيل. نعم. فبالتالي يرد هذه الهجمة عن طريق ضرب. لا تنسى أن غير كده كمان هو كان بيهدد بحرب إقليمية. لا، هو الحرب الإقليمية نحن نتحدث في حرب إقليمية في مرحلة أخرى، في مرحلة ما بعد الضرب، يعني حينما يكون هناك تدخل تركي أو تدخل إيران. تركيا لن تتدخل أيضا في الوقت الحالي إلا باتفاق مع الولايات المتحدة بحجة ضبط الأمن على حدودها من قبل هذه يعني هذه الجماعات التكفيرية نفسها هي التي قد
يعني تقوم بتهديد الامن التركي وهذا في الحسبان التركي، فبالتالي قد تجدها تكئه زي ما حصل في افغانستان، تجدها تكئه او حجه للدخول الى الاراضي السوريه ولاقرار واقع معين او لاخذ دور معين، هذا الدور قد يمتد بعد ذلك الى لبنان والى الاردن. اقصد الجماعات اللي كانت موجوده في افغانستان، الجماعات الاسلاميه اللي كانت بتحارب الاتحاد السوفيتي بدعم من الولايات المتحده الامريكيه، ومن ثم بعد ان انتهت من الاتحاد السوفيتي اصبحت بتعود مره اخرى لتهاجم امريكا نفسها. نعم. من قامت بانشاء حتى ولو لم تهاجم هذه الجماعات التركيه، حتى ستجد تركيا الذريعه للتدخل، سواء تدخل ان لم يكن هناك دور في الشمال، ان لم يكن هناك دور سياسي سوف يرسم لها ويسمح لها بممارسه هذا الدور في المنطقه على الاقل في سوريا في لبنان في الاردن في العراق، سوف تتدخل عسكريا تحت زعم او حجه ان هناك تهديد للاراضي التركيه بيشن من سوريا، وهذا الامر قد يكون في مرحله ما بعد بشار الاسد. طيب توقعات حضرتك لو اتجهنا للكونجرس داخل العاصمه الامريكيه واشنطن، هل الكونجرس هيؤيد الضربه العسكريه على سوريا وموقف اوباما باتخاذ ضربه عسكريه على سوريا ولا لا؟ خاصة حضرتك عارف ان الكونجرس هو رأيه فقط استشاري، من الممكن للرئيس الامريكي ان يفعل يقوم بضربة مباشرة دون انا اظن بالفعل ان الكونجرس سيفعل ذلك حتى يشجع بعد ذلك اي رئيس قادم لان ياخذ تفويضا من الكونجرس، اذا رفض الكونجرس اعطاء تفويض للرئيس اوباما هذا امر ايضا تكتيكي، يعني موضوع نوع من الغيره الوظيفيه، اذا رفض اعطاء اوباما واوباما له يعني هناك تفسيرات كثيره لنصوص الدستور، يعني هناك في الدستور هو الرئيس والقائد الاعلى للقوات المسلحه، لكن هل يشن حرب او لا؟ لكن اظن ان الكونجرس سيعطيه هذا لتكون أسوة لأي رئيس قادم أنه يحصل على تفويض. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الحياة الآن، وأيضا مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. الحياة الآن هيستمر مع حضراتكم ولكن في الخامسة مساء مع زميلتي ياسمين سعيد، أما أنا فأترك حضراتكم الآن في رعاية الله وأمنه. مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في الحياة الآن اليوم الثلاثاء 3/9/2013. ما زالت متابعتنا مستمرة مع حضراتكم في المزيد من الأخبار. أمرت النيابة العامة اليوم بحبس عادل حبارة أحد أخطر الجهاديين والمنسوب له قيادة خلايا تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، ومتهمين آخرين لمدة 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات اللي بتجرى معاهم بمعرفة النيابة، لاتهمهم بتدبير وارتكاب مذبحة رفح الثانية واللي راح ضحيتها 25 جندي بقطاع الأمن المركزي مؤخرا على طريق العريش رفح. كان المتهم عادل حبارة اعترف في اعقاب القاء القبض عليه بتدبير وارتكاب مذبحة رفح الثانية وقتل شهداء جنود الأمن المركزي وقيادة العملية بنفسه وقيامه بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام أجهزة الأمن عقب ضبطه. كان حبارة وهو محكوم عليه غيابيا بالإعدام لاتهامه بالضلوع في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابة، قد تم إلقاء القبض عليه مؤخرا وبحوزته كمية من القنابل اليدوية الهجومية، في حين جرى اتهام المتهمين الآخرين بالاشتراك في عمليات استهداف الأكمنة الأمنية وأقسام الشرطة بالعريش ورفح باستخدام القذائف الصاروخية والأسلحة النارية الآلية، كما شارك في التخطيط لارتكاب مذبحة رفح الثانية عن طريق تتبع جنود الأمن المركزي. أيضا تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني من ضبط المحافظ السابق مصطفى عيسى بتهمة التحريض على العنف، وكانت النيابة العامة بالمنيا أصدرت أمر ضبط وإحضار للدكتور مصطفى عيسى القيادي الإخواني محافظ المنيا السابق بتهمة التحريض على العنف في أحداث العنف اللي شهدتها المنيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة. أطلق مسلحون مجهولون النار على البنك الأهلي بالعريش بمحافظة شمال سيناء، حيث تبادلت قوات الأمن إطلاق النيران معهم دون وقوع إصابات. وقالت المصادر الأمنية وشهود العيان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن سيارة دون لوحات أطلقت النار على إحدى المدرعات المتوقفة أمام البنك الأهلي، وأن قوات الأمن قامت بالرد عليهم حتى فروا هاربين. ومشاهدينا للتفاصيل بينضمنا على الهاتف أستاذ أحمد أبو الدراع مدير مكتب المصري اليوم بشمال سيناء. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم.
مساء النور. التفاصيل الحادث اللي تحدثنا عنه الآن وهو إطلاق المسلحون النيران على البنك الأهلي بالعريش، تفضل. هو قيام عدد من المسلحين بإطلاق النار على قوة أمنية كانت متواجدة بجوار البنك الأهلي، أثر عن إصابة نقيب. القوة الأمنية تمكنت من نقل النقيب إلى مستشفى العريش العام. كان هناك قناصة استهدفت القوة الأمنية في محيط مستشفى العريش العام. تعاملت القوة الأمنية مع القناصة، أصيب مجند، تم نقل المجند والنقيب المصاب إلى مستشفى العريش العسكري. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد أبو دراع مدير مكتب المصري اليوم بشمال سيناء. أيضا لقي 8 عناصر إرهابية مصرعهم وأصيب 15 آخرين في هجمات لقوات الجيش والشرطة بالطائرات والمدرعات على البؤر الإرهابية صباح اليوم بشمال سيناء، بينما تمكنت القوات من ضبط 3 عناصر من بينهم مصاب وتدمير السيارة اللي كانوا بيستقلوها في عملية عسكرية واسعة بتشنها القوات بعدة مناطق. وقال مصدر أمني أن القوات تابعة للجيش الثاني الميداني قامت بمهاجمة عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء صباح اليوم، بعد أن وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية باختباء عدد من الإرهابيين في تلك المناطق. وأوضح المصدر أن 4 طائرات أباتشي شاركت في تلك العملية العسكرية، وأكد أن الأباتشي رصدت بؤر وأوكار الإرهابيين ثم قامت بالقصف الجوي لها، وأشار إلى أنها تمكنت من قصف 3 بؤر وتدمير سيارة ملاكي سوداء وكان بيستقلها عدد من الإرهابيين. من ناحية تانية قال مصدر عسكري أن القصف الجوي بمروحيات الأباتشي للبؤر الإجرامية في شمال سيناء أسفر عن تدمير 2 من مخازن الأسلحة والذخائر بمدينة الشيخ زويد، وأن العملية مستمرة حتى تطهير المنطقة تماما. قضت المحكمة العسكرية بالسويس سجن 11 متهم من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي 25 عام وخمس سنين ل 45 آخرين بعد إدانتهم بتهم الاعتداء على منشأة عسكرية ودينية والتحريض على قتل مواطنين، بينما قررت براءة 8 من المتهمين. كانت المحكمة بدأت صباح اليوم محاكمة 64 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس السابق بالسويس بتهمة التحريض على الاعتداء على الكنائس وقوات الجيش بالمحافظة، وعقدت الجلسة داخل المنطقة العسكرية بعجرود بطريق السويس القاهرة. وجهت النيابة العسكرية لهم عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل مواطنين وحرق 3 كنائس بالسويس وحرق 5 مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني. قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف بث قنوات الجزيرة والقدس واليرموك وأحرار 25، وكانت عدة دعاوى قضائية قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتطالب بوقف بث القنوات المذكورة. ووصفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري قناة الجزيرة وباقي القنوات الأخرى بأنها شيطان مريد، كما أن تلك القنوات خانت الأمانة وبثت الأكاذيب وأثارت الفتنة بين الشعب والجيش وحرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات اليرموك والقدس وأحرار 25 قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانة الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية. كما أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش والإساءة لجيش مصر العظيم وسب وتحريض المرتزقة في سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ووصف القضاء والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش. بتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي أعضاء لجنة 50 لتعديل الدستور وذلك لتسجيل البيانات الخاصة بسيادتهم
مع تزويدهم بمجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية متضمنة مشروع تعديل الدستور واللي أعدته لجنة الخبراء واللي من المقرر أن تبدأ عملها 8 سبتمبر الحالي. وتم وضع مكاتب لموظفين الأمانة العامة بالمجلس مزود بأجهزة الحاسب الآلي لتدوين البيانات إلكترونيا واستخراج بطاقة تعريف لدخول المجلس لكافة أعضاء لجنة الخمسين. أعلن الأزهر الشريف في بيان رسمي له عقب انتهاء اجتماع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بممثلي الأزهر الشريف في لجنة الدستور أن شيخ الأزهر طالب الممثلين بالعمل على ضمان حقوق كافة المصريين وحريتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية وجمع شمل الأمة في بوتقة الوطن الواحد دون إقصاء لأحد. وأكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للأعضاء أنه بمجرد اختيارهم في اللجنة فقد أصبحوا ممثلين لشعب مصر لا يراعوا في ذلك إلا الله والوطن وضميرهم وقناعتهم العلمية، مشددا على أن الأزهر هو أول مسؤول عن الشريعة الإسلامية وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية. ومن ناحية أخرى أعلن الأزهر الشريف عن تعيين دكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء وكيلا للأزهر. وقال بيان الأزهر الشريف إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أصدر قرار جمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور عباس عبد الله شومان وكيلا للأزهر الشريف بدرجة وزير بناء على اختيار دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن يبدأ مهام عمله اعتبارا من اليوم خلفا للشيخ عبد التواب قطب. وللتفاصيل مشاهدينا بينضم لنا على الهاتف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللي تم تعيينه وكيلا للأزهر. برحب بحضرتك دكتور عباس في الحياة الآن. مساء الخير يا فندم. مهمة حضرتك والنقاط اللي هتركز عليها خلال المرحلة المقبلة من خلال تعيينك في هذا المنصب، اتفضل. في خلال ملفات كثيرة كل ما يتعلق بالأزهر من التعليم والوعظ و الأدوار التي يعنى بها الأزهر نعاون فيها فضيلة الإمام ونتولى من الملفات ما يخفف العبء عن فضيلة الإمام الأكبر إن شاء الله. فكل الملفات التي تتبع الأزهر يشارك فيها وكيل الأزهر فضيلة الإمام ويعاون بقدر الاستطاعة تخفيف العبء. طيب دكتور عباس، خلال المرحلة السابقة وربما حتى العام الماضي تعرض الأزهر للعديد من الضغوطات وكان في ضغط عليه في أكتر من ملف، هل في شيء معين لافت انتباه حضرتك أو حاول هتحاول من خلال منصبك أنك توضح صورة ما للرأي العام المصري أو العالمي أو اتخاذ موقف محدد في ملف معين؟ الدور مستمر، دور التوضيح ودور دور موجود وغير مقصور على وكيل الأزهر، وإنما يشارك فيه علماء كثيرين من الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر كلهم يشارك في هذا الدور، لكن وكيل الأزهر له ملفات إدارية وتنفيذية تزيد على هذه المهام، التعليم في المعاهد الأزهرية والوعظ في مصر كلها وهناك حتى التعاون الخارجي والداخلي في مجال الثقافه والدعوه والاعلام، كل هذا ملفات تتبع وتدخل في اختصاص وكيل الازهر يشارك فيها ان شاء الله. طيب دكتور عباس، بالنسبه للوعظ واللي حضرتك ذكرته، هل في تعاون ما مع وزاره الاوقاف؟ لان هذا الامر تم استغلاله في الفتره الاخيره بصور عده واغلبها كانت صور للاسف الشديد سيئه. لا هو في الآونة الأخيرة التعاون من أفضل ما يكون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، ويعني نحن نسق تنسيق جيد بين هذه الجهات، واليوم كنا جميعا مجتمعين في هذا الإطار، مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وفضيلة الإمام كلنا كنا في اجتماع اليوم لتنسيق العمل فيما يتعلق بالوعظ والدعوة وأمور أخرى كثيرة. التنسيق الآن بين هذه الجهات من أفضل ما يكون، وربما لم يشهد التاريخ السابق تعاون مثل ما هو موجود الآن. كل القائمين على هذه الجهات أزهرية من الذين تربوا على الفكر الأزهري والمنهج الأزهري، وكلهم يسيروا في اتجاه واحد وان شاء الله. طب على ذكر على ذكر من تربوا على التفكير الازهري، ماذا عن خطه الازهر لتطوير المعاهد الازهريه؟
الأزهر التطوير هو مستمر في الحقيقة، يعني ليست فكرا جديدا ولا بدعة يعني نقوم بها، وإنما هو موجود وكل يؤدي دوره، لكن الأزهر مؤسسة كبرى ويتبعه يعني العديد من المعاهد في مختلف المراحل. والأزهر في يعني كغيره من المؤسسات التعليمية يتعرض لمشاكل يعني تمر بها المؤسسات التعليمية من حيث الإمكانات والدعم المقدم من الدولة وغيرها، فبمقدار ما يعني يتمكن ويسمح له يعني يطور في مناهجه وليكون التعليم مناسبا ومتمشيا مع روح العصر، فهي جهود متواصلة ويعني نبني عليها، لا نخترع شيئا جديدا ولا نبدأ شيئا لم يعرفه البلد. طب في إطار الجهود المتواصلة أيضا دكتور عباس، وأنا كنت بسأل حضرتك في البداية إذا كان يعني هيتم اتخاذ مواقف معينة متعلقة بالخارج بعد هجمة رجب طيب أردوغان على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، هل هيكون في زيادة للبعثات المصرية في الخارج لتدعيم موقف الأزهر بصورة أكبر، وإن كان لا يحتاج إلى تدعيم، ولكن هل من الممكن مشاهدة المزيد من البعثات؟ والله البعثات موجودة في كل أنحاء الأرض، يعني ما فيش مكان يعني متروك أو مكان يحتاج إلى، لكن هي يعني ربما تحتاج بعض المواقف تحتاج إلى تعامل خاص أو تغيير في طريقة التعامل، يعني إذا كان أشخاص مثل طيب رجب أردوغان أو غيره يتعامل بطريقة معينة، نحن لا نتعامل مع الشعب وإنما نرد عليه هو، وندرس المواقف التي يقوم بها وكيفية الرد عليها دون التعرض لتركيا أو لغيرها من الشعوب التي يتطاول بعض المسؤولين فيها على الأزهر أو على شيخه. ولذلك التدخل الذي تدخل فيه شيخ الأزهر هو أنه وجه خطابه إلى طلاب الأتراك ليطمئنهم بأنهم بعيدين عن هذا وأنه يرعاهم شخصيا، وأنهم لا علاقة لهم بهذا التطاول أو هذا الخلاف الذي يعني تدخل فيه أردوغان تدخلا سافرا، يعني فهم لن يتأثروا بهذا، وهناك دعوات كثيرة لوقف. طب هو فضيلة الإمام الأكبر حاول طمأن طلاب تركيا في الأزهر، ولكن هل يعني أثر موقف أردوغان على عددهم في الأزهر؟ يعني موقف الطلاب نفسهم زادوا قالوا ولا هم مش مهتمين بموقف أردوغان من الأزهر؟ لا لا لا، هذه لا، هذا لا علاقة له به، يعني السياسات الموضوعة للأعداد التي يتم قبولها بالتنسيق بين الدول هي كما هي، لا تتأثر بهذه المواقف، والطلاب الذين يدرسون يسيرون في طريقهم، هذه أمور مستمرة، لأنه يعني أردوغان نسخ تماما أنه لا يمثل الشعب التركي، هو يمثل نفسه وما يقوله لا يوافقه عليه الأتراك وليس هو توجه الدولة، والأزهر يفصل بين الانطباع وبين رسالته التي يقوم ويؤدي. نعم. فيمكن أن تكون هناك مواقف مشحونة أو ردود أفعال، ولكن الرسالة لا تتأثر، ولذلك رواق الأتراك في الأزهر باق باسمه ولم يتغير، مع أن هذه مطالبة من المطالبات الغاضبة من كثيرين، يعني يطالبون بتغيير اسم رواق الأتراك في الأزهر الشريف، فضيلة الإمام رفض هذا، هناك مطالبات بوقف التعاون العلمي والثقافي مع تركيا، الأزهر وفضيلة الإمام رفض هذا أيضا، كل الأمور تسير في طريقها. أما أردوغان فنرد عليه هذه، طيب. يعني هذا هناك فصل بين القف وبين الرسالة التي يحملها الأزهر الشريف. طيب دكتور عباس، ماضية يعني في طريقه. نعم دكتور عباس، من الأمور الهامة اللي بتشغل بال الكثيرين خلال الفترة الأخيرة هي موقف الأزهر من الدستور، إيه اللي حضراتكم ناويين أنكم تأكدوا عليه أو تركزوا عليه يعني في هذا الدستور اللي بيتم تعديله حاليا مع كل الجدل اللي مثار حول مواد الشريعة؟ في لجنة مشكلة من الأزهر الشريف، هذه اللجنة هي المنوطة وهي المكلفة يعني دراسة الدستور ودراسة ما توصلت إليه لجنة الخبراء، وأيضا ما يطرح أثناء المناقشات التي تنعقد، وهم يعني يتفاعلون معها بمقدار يعني ما هو مسموح في المحافظة على الشريعة الإسلامية وعلى دور الأزهر، ولكن الأزهر ليس جامدا وليس متحجرا ولا يعني يحفظ قوالب بعينها، وإنما يسعى لتحقيق المصلحة،
إذا كان الموجود يحقق هذا هم يدرسونه وهم يعني دكتوروا يعني مختارون بعناية، فهم قادرون على يعني تحقيق مراد الأزهر وما يحقق مصلحة الدولة بأسرها. فالأزهر لا يبحث عن نفسه فقط لأنه يرى أنه لجميع المصريين، فالأزهر يعنى بشأن المصريين جميعا وسيساهم في لجنة الدستور بما يحقق المصلحة العامة وليست مصلحة الأزهر، لأن مصلحة الأزهر هي مصلحة الجميع ومصلحة الجميع هي مصلحة للأزهر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريفة. قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة من خبراء التعليم لحذف أجزاء من مادة الجيولوجيا والتاريخ والجزء الثالث من قصة اللغة العربية والأجزاء المضافة لمادة الميكانيكا الخاصة بالمستوى الرفيع. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي اتحاد الطلاب وبعض طلاب الثانوية واللي تظاهروا اليوم أمام الوزارة لرفض المشروع، مشروع قانون الثانوية العامة الجديد واللي بينص على أن تكون المادة أن تكون مواد ثانوية 7، واستقر الأمر على ألا يتم تخفيض عدد مواد الصف الثالث من العام المقبل لـ6 كما طلب الطلاب بذلك، وتم الانتهاء على أن تكون مواد ثانوية 7 وفقا للقانون الجديد. ورفض الوزير مقترح الطلاب بخفض المجموع النهائي عن 410 وقال إن هذه مسؤولية وزارة التعليم العالي وليست وزارة التربية والتعليم. وللتفاصيل مشاهدينا بتنضم لنا على الهاتف الدكتورة ميسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام. دكتورة ميسة مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتورة. عايزة اعرف من حضرتك تفاصيل الخبر اللي كنا بنتكلم عنه الان، ايه اللي ناوي عليه الوزارة تحديدا؟ الحقيقة طبعا الوزارة يعني شغلها الشاغل خير الطالب، لان احنا اصلا بنعمل في خدمة العملية التعليمية، واهم مستفيد من هذه العملية هو الطالب المصري اللي احنا عايزين نحرص على جودة هذا المنتج وهو الطالب المصري. فالحقيقة لما بناخد قرار او بنعدل فيه او بنغير بعد كده كله بنضعه لصالح طلابنا. فالثانوية العامة هي الحقيقة 7 مواد، هو ده الفعلي يعني، حتى لما بيقولوا كانوا 6 المواد كان مثلا اسمها مجموعة علم النفس والفلسفة وكانت هتبقى في كتاب واحد واسمها مواد فلسفية مثلا او انسانية، فده كان هيبقى عبء برضو في نفس احنا لقينا هيحصل تداخل في الامتحان في الدرجات في التدريس في طبع الكتاب نفسه، فخلينا رجعنا قلنا لا يبقى في حاجة اسمها علم النفس لوحدها والفلسفة لوحدها. ففي الواقع في حقيقة الامر مفيش تغيير، هم السبعة هم اذا كنا بنقول 6 بقى هو اختلاف مسميات فقط يعني. طيب في هذه الحالة هل حضراتكم بتتوقعوا أي رد فعل ما من جانب الطلاب من جانب أولياء الأمور، ولا هتحاولوا توصلوا النقاط اللي حضرتك بتتكلمي عنها؟ أنا الحقيقة برضو عايزة يعني أشير لأن إحنا قبل ما نطلع أي قرار بنقعد مع المستفيدين منه اللي هم أولا الطلاب وأولياء الأمور وطبعا المعلمين اللي هم هينفذوا هذا الكلام في الميدان، فأخذنا أراء كل هؤلاء لنصل إلى صيغة متوافقة مناسبة ترضي يعني تحقق الهدف اصلا من العمليه بصرف النظر عن الارضاء، لان احنا لو فكرنا ان احنا نرضي كل طالب يعترض فمش هنتعلم في مصر الحقيقه، لكن احنا بنرضي ونخدم اهداف العمليه التعليميه نفسها، لان في متطلبات لكل نوع من الدراسه، انت لو طالب عايز يدخل كليه هندسيه او كليه طبيه او طب هندسه ففي متطلبات علشان يقدر يكمل وينجح في هذه الكليه، فاحنا بنوفر الحد الادنى اللي المفروض علميا ونفسيا يبقى موجود عند الطلاب دول، فاحنا بنحدد ده بناء على كده وليس بامزجه ولا اهواء شخصيه خالص. طيب دكتوره ميسة، يعني الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم من المفترض انه هيعقد غدا مؤتمر اعتقد للحديث عن يعني العام الدراسي الجديد علشان ننشر هذا القرار القصد الثانوية العامة السنة دي للرأي العام كله نعلنه، لأنه الناس كتيرة بتسأل وفي معلومات بتتقال ناقصة أو مغلوطة، فإحنا عشان نحط النقط على الحروف ونوضح الصورة الحقيقية بالضبط ونشيل أي لبس في المواضيع دي، هيبقى في بكرة إن شاء الله مؤتمر صحفي الساعة 10 صباحا في مقر الوزارة لتناول هذا القرار بالتفصيل. هل هيكون في امور اخرى هيتم التطرق ليها في اطار المؤتمر الصحفي؟ لا هو تقريبا كل ما ذكر، لان احنا كنا صرحه وقعدنا مع الطلبه النهارده وواجهناهم بكل الحقائق، ما فيش اي حاجه يعني مخفيه، اكتشفنا حتى من ضمن الطلاب واعتراضاتهم انها اعتراضات غير صحيحه مبنيه على اشاعات.
يعني ما مش حقيقيه. يعني قالوا ان وبعدين خلي بال حضرتك ويا ريت كل الطلبه واللي بيسمعوني يعرفوا ان احنا لما بنحط قرار زي هندرس ايه فبيكون في ضوء توازنات بين حاجات مهمه قوي، بين المحتوى العلمي اللي هيدرسه الطلاب، بين ساعات تدريس هذا الطلاب هذا المحتوى، بين ساعات امتحانه، بين درجات الامتحان. فلازم في جدول مواصفات بنمشي عليه بطريقه علميه سليمه مع المناهج والتقويم ومراكز البحوث التربويه ومركز الامتحانات. يعني احنا ما بنحطش حاجات على هوانا، لا، كل شيء بيبقى مدروس بطريقه علميه علشان نحصل لتحقيق الهدف اللي احنا عايزينه في النمو والنهوض بالعمليه التعليميه في مصر كلها. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ميسه فاضل رئيس قطاع التعليم العام. أمر التانيابة الغردقة العسكرية بضبط وإحضار شيكابالا وحازم إمام وصلاح سليمان وعدد من إداري نادي الزمالك في واقعة تعدي نجم نادي الزمالك شيكابالا على ضابط طيار بمطار الغردقة الدولي. وقد استمعت النيابة لأقوال الضابط واللي أكد فيها أنه خلال تواجده بمطار الغردقة وأثناء مرور بعثة نادي الزمالك كان بيحيي فريق نادي الزمالك على الفوز، وكان بيرتدي يعني تيشيرت أحمر، وفوجئ بقيام شيكابالا بالرد من خلال إشارة بذيئة بيده ثم ألفاظ خارجة، ثم عاد ليشتبك بالأيدي وانضم معه عدد من زملائه من لاعبي الفريق. وطلبت نيابة الغردقة العسكرية تصوير نسخة من المايكروفيلم الخاص بكاميرات التصوير بصالة سفر مطار الغردقة الدولي واللي سجلت واقعة تعدي شيكابالا على ضابط طيار بمطار الغردقة الدولي، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتستمع لأقوال ثلاثة من الموظفين بالمطار. بيبدأ اليوم فريق من النيابة العامة تحيات موسعة مع القيادي الإخواني سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق داخل سجن طرى، وذلك بعد ما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بمنطقة القاهرة الجديدة. ومن جانبه المصدر أمني أن المتهم سعد الحسيني كان مختبئ داخل شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة مملوكة للدكتور مهاب القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف. وأضاف المصدر أن قوات الأمن داهمت المنزل بعد ما وردت معلومة لإدارة البحث الجنائي بالمديرية باختباء المتهم داخل هذا المنزل بالمجاورة الأولى قطعة 171 بالتجمع الخامس، ونجحت القوات في اقتحام الشقة بعد قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم على ذمة قضايا متنوعة أبرز هذه القضايا التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وأشار إلى أن المتهم لم يبدي أي مقاومة أثناء القبض عليه. أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان أثناء أحداث 30 يونيو الماضي واللي راح ضحيتها 9 وأصيب فيها 91. ووجهت النيابة في تحياتها للقيادي الإخواني تهمتي التحريض على القتل والشروع في قتل المواطنين وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض إرهابي. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحيات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وتم إجراء التحقيق معه فيها. ومن النظام السابق إلى النظام الأسبق، قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل استئناف نيابة الأموال العامة على قرار محكمة الجناح الاقتصادية ببراءة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة من تهمة احتكار الحديد لجلسة 9 أكتوبر المقبل لضم المفردات. وكانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر. أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة أمهلت جمعية الإخوان حتى يوم الخميس المقبل لحضور أحد ممثليها لمقر الوزارة لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من مخالفات مثل حيازة أسلحة نارية. ولفت إلى أنه تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات ولم يحضر أحد منهم حتى الآن. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي له أن عدم حل جمعية الإخوان حتى الآن جاء نتيجة عدم ترك ثغرة قانونية من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها. ولفت إلى أن الاتحاد العام للجمعيات وافق على حل الجمعية، الأمر اللي هيجعل الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية عقب انتهاء المدة اللي أمهلتها الوزارة وآخرها يوم الخميس المقبل. احنا امبارح كان اتفاق على قاعدتين. القاعدة الأولى تعيين 4 من شباب الثورة مساعدين للوزير،
احنا عارفين ان الصف الثاني بينقص في مصر، وبالتالي بدأنا ندور على كفاءات من شباب الثورة ينضموا الى الوزارة باعتبارهم مساعدين للوزير، تمهيدا الى انه دورة على الاكثر 4 أو 5 سنوات يستطيع هؤلاء ان ينهضوا باعباء الحكم في مصر. والحاجة الثانية، انشأنا هنا ما يعرف باسم المجلس الاستشاري للشباب. المجلس الاستشاري للشباب ده الهدف منه انه يناقش مع الوزارة كل شهر مرة ما هي الانجازات في الوزارة، ما هي المشروعات في الوزارة، وان يتقدم للوزارة باقتراحات التي يراها الشباب ضرورية. لن يحدث في هذه الوزارة، مش في وزارة التضامن، في وزارة حازم الببلاوي، ان احنا هناخد قرار غير قانوني. وبعدين ما حدش يفرح ان احنا نجري ناخد القرار، احنا مش في عملية يعني شد وجذب، لانه ممكن جدا تاخد قرار ناقص الاركان فيترتب عليه انه اول طعن قدام القائد الاداري يلغي هذا القرار، وده يبقى منظرها سيء جدا، خاصة في ظل الجو الدولي اللي احنا عايشين فيه، المعتقدين ان احنا بنتخانق بس مع الاخوان المسلمين. فاحنا حريصين جدا ان يكون هذا الحل هو الحل قانونا ممتثل للقانون. ومشاهدين المتابعة مستمرة في الحياة الآن، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرة ثانية برحب بحضراتكم مشاهدينا في الحياة الآن. أعلنت وزارة الخارجية أنه في ضوء الجهود اللي قامت بها مع سفارة مصر في كاراكاس لشرح حقيقة التطورات السياسية اللي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو وتمسك مصر بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي في المحافل الدولية، قررت فنزويلا إعادة سفيرها للقاهرة واللي كان تم استدعاءه للتشاور منذ حوالي أسبوعين. ومشاهدينا بنتابع مع حضراتكم الآن خبر عاجل على الشاشة. قوات الأمن بالمنيا تلقي القبض على ياسر زيدان وهو أخطر العناصر الجهادية بالمحافظة. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف سيادة اللواء عبد العزيز أبو أورا وهو مدير أمن المنيا. سيادة اللواء برحب بحضرتك في الحياة الآن يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ ياسمين. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. عايزة أعرف من حضرتك بقى مين ياسر زيدان تحديدا. والنهاردة تمكنت قوات الأمن من ضبط المدعو ياسر زيدان صالح، ده موظف تأمين صحي وعضو جماعة الإخوان، ومطلوب ضبطه في واقعة المحضر 72-94 أعمال شغب وعنف وحرق منشآت، بالإضافة لاتهام برضه أحد المواطنين له بقتل أحد زويهم بأثناء تواجده في انفجرة وإطلاقوا عيرة في مظاهرة وإطلاقوا عيرة نارية. طيب هل كان في أي شكل من أشكال المقاومة؟ لا الحمد لله تم بالسلام، يعني تم ضبطه بالسلام ما ضبطش معاها أسلحة. أيضا تم ضبط الدكتور مصطفى كامل العيسى اللي هو محافظ المنيا السابق وعضو بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان. اتقبض عليه فين وكان معاه إيه سيادة اللواء؟ يعني ملابسات القبض تحديدا على مصطفى عيسى كانت إيه؟ أسفل لعياته بمدينة المنيا، ولا مطلوب ضبطه وإحضاره في معرفة النيابة العامة. لما قبضتوا عليه هل كان معاه أي أجهزة أو أي أشخاص آخرين؟ لا يا فندم، لا. لم يبدي أي مقاومة؟ هل قال حاجة معينة لحضراتكم أثناء القبض عليه؟ لم يبدي، لا. تم ضبطه وسيادتك وتقديمه للنيابة العامة. نعم، هل ما زال في المنيا عناصر مطلوبة بالنسبة لحضراتكم في محاولة للقبض عليها خلال الأيام المقبلة، ولا العناصر اللي تم ضبطها هي فقط العناصر اللي كانت مطلوبة؟ لا، هو تم ضبط العناصر النيابة العامة بتطلب ضبطها، بيتم ضبطها على طول. وايضا برضو في واحد ثاني برضو من عنصر اخواني تم ضبط النهارده برضو، مدرس وعضو ناشط يعني من جماعه الاخوان، ثلاثه النهارده تم ضبطهم بناء على طلبات النيابه، لان احنا طبعا ما بيتمش الضبط الا بتقنين الاجراءات. نعم، عضو ناشط هو مدرس بالمية. ايوه فهم. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفاصيل سياده اللواء عبد العزيز ابو قوره مدير امن المنيا.
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن هناك تحديات اقتصادية ضخمة بتواجه الحكومة والمنتجين أيضا، أهمها المصانع المتوقفة عن الإنتاج وزيادة معدلات البطالة. وأشار عبد النور في مؤتمر صحفي إلى أنه تولى الوزارة وهناك أزمة طاقة ومصادر طاقة محدودة وندرة في الأراضي الصناعية المرفقة وصعوبة في الحصول على التمويل نتيجة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض البنكية، حيث تفضل المصارف إقراض الحكومة لانخفاض نسبة المخاطر. بلغ عجز موازنة الدولة في 30/6/2013 ما يقرب من 240 مليار جنيه، بتمثل 13.8% من الناتج المحلي. طبعا 13.8% من الناتج المحلي كعجز رقم يخض أو نسبة تخض. بلغ إجمالي الدين العام 1,600,000,000,000 جنيه، عشان أكون دقيق 1,585,000,000 جنيه، بتمثل 92% من الناتج المحلي. انخفض معدل النمو الاقتصاد المعدل السنوي إلى 2.4%، وهي نسبة تقترب من النمو السكاني، ومعنى ذلك أنه متوسط دخل الفرد السنوي لم يتغير ولم ينمو. معدل البطالة بلغ 13%. العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية المنتهية 30/6/2013 بلغ 212 مليار جنيه، حيث بلغت الصادرات 145 مليار جنيه والواردات 357 مليار جنيه. لما توليت الوزارة يوم 16 يوليو 2013، كانت هناك أزمة طاقة، فمصادر الطاقة محدودة، هناك ندرة في الأراضي الصناعية المرفقة، وهناك صعوبة في الحصول على التمويل بسبب مزاحمة الحكومة للقروض، مزاحمة مجتمع المنتج للقروض البنكية والمصرفية، حيث المصارف تفضل أن تقرض الحكومة دون أي مخاطرة، سواء كان في صورة سندات أو في صورة أذونات خزانة. لذلك كان هدف الحكومة الأول هو إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتهيئة المناخ المناسب لاستعادة ثقة الأسواق، سواء كان السوق الداخلي أو الأسواق الخارجية، واستعادة ثقة المستثمرين، المستثمر المصري والعربي والأجنبي. قال الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل إن الوزارة جاهزة لتشغيل حركة القطارات المتوقفة منذ فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة، لكنهم في انتظار موافقة الجهات الأمنية والاطمئنان على الوضع الأمني على طول شريط السكة الحديد حفاظا على أرواح الركاب. وأشار إلى أنهم بيريدوا أولا التأكد من السيطرة الأمنية على خطوط السكة الحديد تفاديا لعدم حدوث أعمال تخريب بالقطارات، وشدد على أنه عقب ورود الموافقة الأمنية هيتم تشغيل الحركة فورا. ووضح الدميري أنه بيجرى حاليا صيانة القطارات والتأكد من سلامتها للاستعداد لتشغيل حركة القطارات بمجرد صدور الموافقة الأمنية والتأكد من عدم حدوث ما يؤثر على سلامة الركاب. قال لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية ورئيس اللجنة العليا لتقييم الأراضي إن اللجنة انتهت من إعادة تقييم سعر الأرض اللي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المصريين بالخارج لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي، حيث تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 450 دولار للمتر و610 دولار بمدينة الشيخ زايد و385 دولار في دمياط الجديدة و325 دولار في مدينة بدر و160 دولار في المنطقة الأولى بالمنيا الجديدة و190 دولار للمنطقة الثانية
أكثر تميزا تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج. وكشف لطفي عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد من محافظات مصر، وهي مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصلاحية الجديدة والنوبارية الجديدة وأيضا بني سويف الجديدة والفيوم الجديدة، ده بالإضافة إلى المية الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية عن مبادرة لخفض أسعار السلع في آخر 10 أيام من كل شهر، وذلك في محاولة لكسر حالات الركود اللي وصلت بالتجارة إلى نسبة 40%. وأكد الوزير خلال اجتماعه بقيادات الوزارة اليوم عن إجراء هذه المبادرة لتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة للسيطرة على قوى العرض والطلب وللرقابة على الأسعار، مؤكدا بأن المبادرة بتعود بالنفع على التاجر والمستهلك على حد سواء. كما قرر الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية تحديد توقيت محدد لصرف المقررات التموينية من البقالين التموينيين، وذلك من الساعة 2 مساء وحتى 10 مساء احتراما لقرارات الحظر. وتم صرف 10,000 طن من حصة الزيت المتأخرة كدفعة أولى، وجاري إعداد 10,000 أخرى لمواجهة عجز السلع التموينية. وللتفاصيل مشاهدينا بينضمنا على الهاتف سيادة الوزير الدكتور محمد أبو الشادي وزير التموين والتجارة الداخلية. سيادة الوزير برحب بحضرتك في الحياة الآن يا فندم، مساء الخير. أهلا بيك يا فندم، مساء النور. أهلا بحضرتك سيادة الوزير. عايزة مبدئيا أعرف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار. والله هي المبادرة تعتبر جزء من سياسة الوزارة تجاه ظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المصري. احنا الحقيقة هدفنا ان احنا نعمل توازن في السوق وننافس الاسعار اللي بترتفع ما بين فترة واخرى. الحقيقة خدنا مجموعة اليات، احدى هذه الاليات ان احنا اتفقنا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومع السيد وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح ان احنا الحقيقة نخفض نسبة كمية من السلع الاساسية والاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن في احتياجاته اليومية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 25% في العشر أيام الأخيرة من كل شهر. والحقيقة احنا عملنا التجربة دي بقالنا شهرين وداخلين على الشهر الثالث. الجديد فيها النهاردة ان لقينا المحلات القطاع الخاص والسوبر ماركت في القطاع الخاص وشعبة البقالة في الغرف التجارية انها طلبت النهاردة انها تشترك هي الأخرى في هذه الفكرة او في هذه التجربة، والحقيقة احنا رحبنا واعتبارا من الشهر ده هيشتركوا معانا ايضا في التخفيضات اللي احنا بنعملها الشهريه دي. هل ده هيكون اماكن بعينها سياده الوزير اللي طلب ده، ولا ده بيتم تعميمه على كل يعني القطاع الخاص من محال واسواق تجاريه؟ لا، هيبقى في محلات بعينها وهنعلن عنها في كافه وسائل الاعلام وهنقول نسب التخفيضات ايضا والسرعه اللي بتشملها التخفيضات. نعم. طيب انا بس قبل ما نقل لحضرتك فيما يتعلق بالمقررات التموينية، عايز اعرف القطاع الخاص حتى كنوع من انواع التشجيع، يعني في حالة ان هو بينضم لهذه المنظومة ايه النفع اللي بيعود عليه فيما يتعلق لا هو طبعا زيادة المبيعات، وانه يعني انا هقول لسيادتك احنا لما عملنا تجربة شهرين اللي فاتوا يبدو ان مردود على السوق اثر على مبيعاتهم، فهم طلبوا الحقيقة يعني انا اعتقد انهم طلبوا المشاركة نتيجة للتأثير السلبي اللي حصل عندهم نتيجة الإقبال اللي حصل في الجانب الآخر اللي هو بيشمل التخفيضات. نعم. طيب في هذه الحالة طبعا هنبقى مستنيين من حضراتكم يعني قائمة بالأماكن المختلفة. احنا بنعمل على فكرة القائمة اللي هي في المجمعات الاستهلاكية اللي احنا بنعمل فيها التخفيضات وفي الشركتين الجملة بنعلنها شهريا، ومفيش مانع نعلن بقى المحلات والأماكن بتاعة القطاع الخاص اللي هتشترك. نعم، سهل الوصول إليها عن طريق مثلا الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ولا بيتم الوصول؟ لا والله احنا بكل الوسائل سواء موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. طيب سيادة الوزير هتنقل بقى مع حضرتك يعني تحديد توقيت محدد لصرف المقررات التموينية، كيفية التعامل مع هذا الأمر في ظل الحظر الحالي؟ لا هو الحقيقة الحظر بيقعد للساعة 11، والحظر على فكره موضوع مؤقت، احنا كل يوم الحمد لله الحاله الامنيه في البلاد بتتعافى اعتقد، والدوله يعني بتوسع دايره المواعيد الحقيقه حريه التحرك. انا اعتقد احنا من الساعه 2 للساعه 10 اللي هم 8 ساعات
كافيين قوي لان المواطن يستطيع انه يحصل على احتياجاته من السلع التموينيه يوميا. نعم، ماذا عن تحديث قواعد البيانات المختلفة خاصة مع يعني إضافة مواليد جدد؟ إزاي الوزارة بتتعامل مع تحديث قاعدة البيانات؟ والله إحنا بنحدث كل البيانات إلكترونيا، عندنا قاعدة إلكترونية في مركز المعلومات في الوزارة، بنتعاون في هذا مع وزارة طي الاتصالات والتنمية الإدارية، بنحاول نخلق قاعدة بيانات بنحدثها. النهاردة بنشجع المواطن أنه يتعامل إلكترونيا مع الوزارة من خلال القرار الصادر في الحكومة السابقة بإضافة المواليد، احنا ملتزمين به لأنه ممتد حتى بداية شهر 10 اللي هو شهر أكتوبر، وبعد كده هنبدأ نفلتر نراجع هذه الطلبات والمستحق هنبدأ نصرف له المقررات التموينية إن شاء الله. طيب أنا هطلب بس رد حضرتك على شيء كده كان قاله أستاذ وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، قال إن في 18 مليون بطاقة تموينية من بينها 6 مليون بطاقة ورقية ولم يتم عمل بطاقات ذكية منذ 3 سنوات، كما إن 25200 بدل تمويني لهم حافز تمويني بقيمة 18 مليون جنيه في الشهر الواحد. أنا أعذرني طبعا مش فاهم القصة دي قوي، حضرتك ممكن تفهمها لنا؟ وأضاف أيضا إن في 25000 ماكينة صرف سلع تموينية فيها أعطال ومشكلات فنية، وقال إنه قال انها هتتصلح ولكن لم يحدث ذلك حتى الان، فرد حضرتك ومع التوضيح طبعا. هو النهارده كان في اجتماع بيني وبين نقابه البدالين التموينيين، وكانت اتعرضت المشاكل دي كلها واحنا بصدد التصدي لحلها بالتعاون معاهم ومع وزاره التنميه الاداريه. الماكينات اللي هي بتتعرض لاعطال اعتقد انهم قالوا ان بيتم اصلاحها بمعرفه الشركه المتعاقد معاها، واحنا بننبه على الشركات دي انها توفر لنا وحده صيانه سريعه التنقل على اساس وتحاول تظبط لنا المنظومه بتاع الالكترونيه دي. الامر الثاني بالنسبه لمشاكلهم هم الحقيقه في بعض مشاكل انا جيت فرستها انهم عندهم متاخرات، بنحاول مع وزاره الماليه ان احنا نجيبها دلوقتي علشان يستقر هذا القطاع. الامر الثاني انهم بيقولوا ايه تاني ساتي كان بيقولوه؟ كنت بقول لحضرتك ان هم بيتحدثوا عن فكره ال 18 مليون بطاقه تموينيه اللي منها 6 مليون بطاقه ورقيه. وبرضه ايضا ان في حوالي مليون بطاقه ورقيه، احنا برضه بصدد ان احنا نتفق مع وزاره التنميه الاداريه والشركات اللي هي بتصنع البطاقه الالكترونيه ان ندخلها ان شاء الله في مناقصه ونخلي كله الكتروني باذن الله. طيب سيادة الوزير وحضرتك معانا، يعني بدانا نستشعر الى حد ما ربما بدا الزحام مره اخرى على السولار وان كان بشكل محدود ولكنه بدا، فهل في مشكله بنواجهها في السولار حاليا ولا ايه الوضع؟ لا، انا بطمن سيادتك يا فندم ان الحكومه المصريه الحكومه الحاليه من اول ما جت اشترت احتياجات البلاد من المواد البتروليه لمده سنه، وبالتالي الحاجه دي بتبقى حاجه وقتيه وتبقى حاجه عارضه. أنا بطمنك وبطمن السادة المشاهدين إن مصر لن ترى أي أزمة، وسيادتك يمكن ملاحظة النور ما عادش بينقطع، المحطات ما عادش عليها زحمة إلا ما نظر، وبيبقى بسبب إما حظر تجول نقص نقل لظروف عارضة. إنما الأصل احتياجات مصر من المواد البترولية متوفرة لمدة سنة. نعم، طيب سيادة الوزير وحضرتك يعني أعوام طويلة بتعمل في هذا المجال وفي وزارة البترول، يعني هل عذرا وزارة التموين طبعا، هل حضرتك بترى أنه من الممكن تغليظ العقوبة على من نقدر نقول يعني يعبث بالمقررات التموينية بأي شكل من الأشكال وبالتالي نحد من هذه الظاهرة تماما؟ شوفي، هي العقوبة لوحدها ما فيش، احنا عايزين الضمير يعود للإنسان المصري كما كان، عايزين الحس الوطني يعود للناس، احنا عايزين كل واحد يراعي ضميره ويراعي ربه فيما يؤتمن عليه من مواد مدعمه او اذا كانت حتى وظيفه يؤديها بما يرضي الله. ده بالاضافه ان احنا الحقيقه بنراجع القوانين دوريا وبنحاول نشدد العقوبات بما يحقق الردع للمخالفين. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وتوضيحك لكل هذه التفاصيل سيادة الوزير الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية.
أيضا فيما يتعلق بآخر الأخبار مشاهدينا، نظم المثقفون والفنانون المصريون مؤتمر صحفي اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة حول فعاليات مؤتمر ثقافة مصر في المواجهة، واللي بيعتزم المثقفون والفنانون عقده بالمجلس لمدة يومين. وأصدر المثقفون بيان خاص لهذا المؤتمر، قالوا فيه أنه كان المثقفون المصريون في طليعة الشعب المصري في معركته الطويلة والمستمرة لتحقيق الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية، وصولا لدولته المدنية الحديثة اللي بيسود فيها القانون وقيم المواطنة، وتميز العلاقات المنفتحة على كل حضارات وثقافات العالم تأثرا وتأثيرا. والمتابعة مستمرة مشاهدينا في الحياة الآن، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا بجدد الترحيب بحضراتكم في الحياة الآن. في إطار مواصلة الجهود المختلفة من الدولة لتوضيح حقيقة ما حدث في 30 يونيو وما تلاها من تبعات مختلفة، زار النهاردة وفد حكماء إفريقيا، زار المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار طبعا استعرض المجلس مع وفد الحكماء عدد من النقاط الهامة المتعلقة بالفترة اللي بنعيشها في مصر حاليا. نتابع. يعني جزء كبير من المحادثات كان متعلق بدور مصر في إفريقيا، وكيف أن الاتحاد الإفريقي يعني مستعد لعمل علاقات قوية مع مصر، وأن مصر هي لها دور أساسي ومهم جدا في الاتحاد الإفريقي. الحقيقة أن كلامهم كان يعني في صدق شديد جدا وبحب شديد جدا، وان هم مقتنعين بخريطة الطريق بالذات، وكان التركيز كله على خريطة المستقبل، ان احنا كيف نبني الديمقراطية، وكيف يعني يتم مساعدة الاتحاد الافريقي، كيف يساعد مصر في هذا الاتجاه. وطبعا احنا رحبنا جدا بالعمل الإفريقي والمساعدات الإفريقية التي يمكن أن احنا نتبادلها في هذا الوقت. هذا الوفد الحقيقة شكرناهم، وأعتقد أنهم يعني طواقين لأن يروا مصر قوية ومصر مستمرة في دورها، تلعب دورها في الاتحاد الإفريقي. يعني التقرير اللي هم قدموه، عشان هو قدموا ما قدموش تقرير بتاعهم لسه لغايه دلوقتي، ولكن ده استكمال للتقرير، وهنكون على اتصال معاهم باستمرار. وهم يعني بيروا ان موضوع حقوق الانسان مهم جدا، بنلعب دور كبير جدا في بناء مصر، واحنا طبعا بنؤيدهم في هذا او بنتفق معاهم في هذا، وهم ارتاحوا جدا الى الدور اللي بيقوم بهذا المجلس او ما حدثتهم فيه ما نريد ان نقوم به، لان الحقيقه لسه المجلس ما بداش عمله بشكل جدي، ولكن ان شاء الله نبدا فورا في هذا الاتجاه. بس خاطر تقليل للاعلام الغربي طبعا زياره وقت حكماء افريقيا في المجلس القومي لحقوق الانسان، لا، هو الحقيقه ده بيوري ان اهميه العالم كله بينظر الى دور حقوق الانسان في اي شيء هو داخل في عمليه في خريطه الطريق. احنا مهتمين من جانبنا، احنا مهتمين جدا بحقوق الانسان في خريطه الطريق. وايضا العالم الغربي ما فيش شك، او العالم بصفه عامه، بيهتم قوي بمدى حقوق الانسان. احنا نريد ان نسير في اتجاه يلم كل او يعني يكون في نوع من الوحده الوطنيه الحقيقيه. لا نريد تهميش احد، لا نريد ابعاد احد، ولكن العنف يجب ان يقف اولا، وهذا ما ركزت عليه بكل اشكاله. وايضا الدستور النهارده يعني يبدا بان هو يكون دستور توافقي ويشارك فيه الجميع. هذا ما طبعا احنا نرفض اي تدخل خارجي، لان كان هناك محاولات يعني زي مثلا حرق الكنائس، زي الاشياء دي كلها اوضحنا ان ده كان الهدف منها كله تحريك الخارج لان يتحرك ضد مصر. طبعا ده مرفوض. اظن احنا في مرحله جديده دلوقتي، ويجب ان احنا ننظر الى الامام وننظر لخريطه الطريق قبل اي شيء. شكرا.
وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم منذ قليل لما كنا على الحياة واحد قبل طبعا ما ننضم لمشاهدين على الحياة اثنين، كنا بنتكلم في انه نظم المثقفون والفنانون المصريون مؤتمر صحفي اليوم بالمجلس الاعلى للثقافة حول فعاليات مؤتمر ثقافة مصر في المواجهة، واللي بيعتزم المثقفون والفنانون عقده بالمجلس لمدة يومين. واصدر المثقفون بيان خاص لهذا المؤتمر قالوا فيه: كان المثقفون المصريون في طليعة الشعب المصري في معركته الطويلة والمستمرة لتحقيق الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية، وصولا لدولته المدنية الحديثة اللي بيسود فيها القانون وقيم المواطنة وتميزها بالعلاقات المنفتحة على كل حضارات وثقافات العالم تأثرا وتأثيرا. لما كنا في الاعتصام كان في طول الوقت مساء في مناقشات، وكانت بتبقى في الغالب حادة جدا يعني هموم المثقفين المصريين. واحنا طبعا من منذ اليوم الاول اعلنا يعني ان موضوع وزير الثقافه ده مش موضوعنا، وان احنا قاعدين لغايه ما يعني ان شاء الله مصر كلها تحررت وقد تحررت في 30 يونيو، وان احنا همنا مناقشه قضايانا الثقافيه. غلب على هذه المناقشات حاجتين: اولا الانفعال نتيجه الظرف اللي احنا كنا فيه، ثانيا الجزئيه، يعني كل واحد بيتكلم في قضايا جزئية جدا ومعتبر ان هي دي قضية الثقافة. فكان فكرة عقد مؤتمر فكرة جوهرية، يعني فكرة شديدة الأهمية تكاد تكون هي يعني اهم انجازات الاعتصام، لان انت عايز مثقفين يقعدوا مع بعض في عقب ثورة كبرى او ثورتين او ثورة رائدة اللي هي 25 يناير ثم موجة ثانية من الثورة وتصحيحها في 30 يونيو. المثقف المصري يجب أن يشترك في وضع سياسة ثقافية جديدة تناسب الوضع الذي وصلت إليه البلاد. طبعا يعني عندنا إشكالية كبيرة جدا دايما بتحصل في مثل هذه المواقف، أن الدولة عندما يعني من أول مفهوم الحظيرة بتاع فاروق حسني إلى الآن مستمرة في فكرة انه طالما الدولة في الموضوع يبقى الدولة بتاخد الثقافة كلها لسكة التوجيه ولسكة يعني بلاش القمع، لكن على الاقل في سكة انه الثقافة دي تهدى وتبقى خاضعة دائما لرقابة شديدة جدا ونوع من انواع التوجيه اللي هي اقرب لفكرة الارشاد القومي. والمثقفين المصريين عبر اليات كتيرة جدا منها فنونهم وثقافتهم المستقلة بيحاولوا يطلعوا من الحكاية دي. ما بين محاولات التمرد والطلوع في ناس بتتكلم تصل إلى درجة ضرورة إلغاء الوزارة أصلا، مع ما يعني في المجتمعات الحديثة لا داعي لوجود حاجة اسمها وزارة ثقافة. وما بين آخرين يرون أن في مثل مجتمعاتنا اللي فيها نسبة أمية عالية جدا واللي فيها يعني وزارة بصرف النظر عن انجازاتها لكن تمتلك مثلا في كام قصر ثقافه يا دكتور؟ 540 قصر ثقافه منتشره في جميع قرى وربوع مصر. يعني الداعي الى غلق هذه القصور معناها داعي لتسليمها الى المتخلفين والى الناس اللي عايزين يجروا مصر عشرات يعني القرون الى الوراء. انت قدامك مؤسسات ساهم الشعب المصري في صنعها، ودي فلوسنا بالأساس، يعني دي فلوس الشعب المصري ودي مؤسسات الشعب المصري. ولا يمكن أن ننسى، وبيننا ناس كتير جدا منهم الفنان الصديق العظيم الأستاذ أحمد إسماعيل أنجز من خلال قصور الثقافة الكثير وعمل تجارب رائدة في الريف المصري، وطبعا نماذج كتيرة جدا نجحت بهذا الشكل، وكانت فعلا الأصول الثقافة اللي في الأقاليم ديت وغيرها هي منارة شديدة جدا للتنوير. وطبعا يعني مش هقعد أعد مثلا زي دار الكتب وحتى مشروع الأسرة اللي كنا يعني بنعتبره مشروع السيدة سوزان أو السيدة جيهان من قبلها، لكن لا يمكن أن ننكر أنه أوصل عدد كبير جدا من أمهات الكتب بأسعار رخيصة جدا إلى الناس. أما على المستوى الاقتصادي، أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة التداول داخل المنطقة الحمراء، ليتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 93% ليغلق أسفل المستوى
5200 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% مسجلا 441 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 بنسبة 56% ليسجل 744.3 نقطة. وفقد رأس المال السوقي حوالي 1.6 مليار جنيه ليصل ل 352.1 مليار جنيه. للتفاصيل مشاهدينا بينضم لنا على الهاتف الخبير والمحلل المالي أستاذ محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. برحب بحضرتك أستاذ محسن، مساء الخير يا فندم. طيب واضح أن أستاذ محسن ما بقاش معنا، لحد ما يرجع لنا أستاذ محسن للحديث عن الوضع الاقتصادي نشوف إيه اللي حصل على المستوى الرياضي. أكد اللواء محمد علي رئيس لجنة شؤون اللاعبين أنه كان من المفترض أن تقام بطولة كأس مصر بالقوائم القديمة للأندية، إلا أن تأجيل استئناف البطولة لدواعي أمنية حتى 17 أكتوبر المقبل سيدفع الجبلاية للموافقة على اللعب بالقوائم الجديدة للأندية. وأضاف أنه على أن جميع الأندية استفادت من فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، وهو ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في الكأس واللي تعاقدت مع لاعبين جدد وتم قيدهم باتحاد الكرة. وتابع أن مواعيد القيد كما هي ولم يتم إجراء أي تعديلات جديدة عليها، بحيث هيكون آخر موعد للقيد يوم 18 أكتوبر المقبل. ومشاهدينا متابعتنا مستمرة في الحياة الآن، ولكن بعد فصل قصير انتظرونا. تلف القضايا السياسية التي تطرحها الجبهة في هذه المرحلة، ومن بينها موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية المقبلة. كان في سؤال مطروح حول هل هي بالانتخابات ولا بالقائمة، هل تتضمن في الدستور أم يصدر بها قانون مستقل عن الدستور. الحقيقة كان الاتجاه السائد داخل الجبهة قرار كان مع أنه قانون الانتخابات يكون مستقلا عن الدستور ويراعي تكافؤ الفرص ما بين المرشحين وجغرافيا الدوائر، أما النظام الانتخابي نفسه سواء قائمة أو فردي فما زال الأمر في حاجة إلى نقاش، لكن في كل الحالات الجبهة على استعداد إذا صدر التشريع بانتخابات فردية أو قائمة أو المزج بينهما، في استعداد كبير جدا عبر آليات التنسيق وتوحيد المواقف داخل هذه الجبهة لدخول الانتخابات دعما لهذه المرحلة من مراحل التحول السياسي والديمقراطي في مصر. فيما يتعلق بالحديث عن الدستور والمشاركة ودعم الأعضاء الموجودين من الجبهة داخل لجنة 50، تم الاتفاق على استمرار هذه الآلية من الدعم والاجتماع بهؤلاء الأعضاء، التباحث والحوار والاتفاق والتنسيق حول النقاط المهمة داخل الدستور والتي لا يمكن أن يصدر دستور خاليا منها، خاصة فيما يتعلق بقضايا العقد الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية وقضايا الحريات والمرأة وقضايا العمال والفلاحين ونسبة 50% والقضية التي تمثل إجماعا وطنيا الآن وهو عدم نشأة الأحزاب على أسس دينية. وأخيرا كان هناك تقييم لأداء الحكومة، ونحن نتحدث من موقع الداعم لهذه الحكومة الانتقالية في هذه الفترة الانتقالية، كل الدعم لخارطة الطريق، لكن أحيانا الدعم يحتاج إلى نوع من النقد، فقد تم توجيه النقد الشديد جدا لخطط الحكومة وسياساتها في المرحلة السابقة، وقد تبقى لها قليل، مضى شهور ويعني وبقى يعني مثلما مضى. هذا النقد ينصب على غياب البعد المتعلق بقضية العدالة الاجتماعية في المنظومة السياسية والاقتصادية
التي تتحرك من خلالها هذه الحكومة. نوقشت قضايا أخرى فرعية يعني كثيرة، لكن الجبهة اليوم انشغلت الحقيقة بجوانب سياسية وبقضايا وطنية عامة لكي تعبر عن استمرار بقاء الجبهة في المشهد السياسي كفاعل رئيسي في الحياة السياسية وكصانع لخارطة الطريق قبل 30 يونيو ومدافع عن هذه الفترة المهمة جدا من تاريخ مصر، وإن شاء الله يعني تمضي الأمور في الاتجاه الذي يعبر عن جموع الشعب المصري التي خرجت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتحقق هذه الحكومة بهذا الدعم كافة ما طرحه الناس من شعارات ومطالب. شكرا. أي سؤال سريعا؟ نعم. الجزء الأولاني فيما يتعلق بالموقف من سوريا، صدر البيان الذي تلوناه في البداية. فيما يتعلق بموقف الحكومة والوزارات المعنية، ف يعني نحن مع موقف الحكومة الرافض لهذا العدوان المتوقع، ونطالب بالمزيد من المواقف التي تحمي الشعب السوري وتحمي الخريطة السياسية العربية من أي تفتيت ومن أي اعتداء على هوية الشعب السوري وعلى أمنه القومي ومن ثم أمننا القومي أيضا. فيما يتعلق بلجنة الخمسين، تحدثنا عن أنه الجبهة صاحبة مبادرة في طرح مشروع للدستور يعني مطروح للمناقشة، وأعضائنا داخل الجبهة أيضا منوط بهم توصيل هذه الآراء إلى سائر اللجنة وإقناع الناس بها. أي أسئلة أخرى؟ يعني نحن بس في هذه النقطة، يعني اللجنة الحقيقة الجبهة بما فيها الأحزاب ذات الطابع الليبرالي أو الرأسمالي تتبنى قضية العدالة الاجتماعية كما يتبناها غلاة اليسار، يعني لأنه ده الاستهداف الشعبي في هذه المرحلة، والجبهة كل ما يصدر عنها هو استجابة لإرادة الشعب واستجابة لجموع الشعب أصحاب المصلحة في التغيير وصانعوا التغيير الحقيقي، والذين ينبغي أن يستمتعوا بعائد لتضحياتهم التي قدموها في المرحلة السابقة. شكرا. ومشاهدينا، كنا بنتابع مع حضراتكم الآن البيان اللي خرج عن جبهة الإنقاذ الوطني بعد اجتماعها اللي عقد منذ قليل وألقاه السيد عزازي علي عزازي. على أي حال، أهم ما جاء فيه هو ثلاث نقاط رئيسية. تحدث عن موقف الجبهة من الانتخابات، وقال إن الاتجاه هو إنه يكون في قانون للانتخابات، يكون يعني هذا القانون مستقل عن الدستور، بيراعي تكافؤ الفرص والدوائر الانتخابية وما إلى ذلك من أمور حول النظام الفردي أو القائمة في الانتخابات البرلمانية. قال إن هذا الأمر ما زال يحتاج للمزيد من النقاش. أيضا تحدث عن الموقف من دعم أعضاء الجبهة داخل الجمعية أو اللجنة اللي هتقوم بتعديل الدستور، لجنة الخمسين. قال إنهم هيستمروا في آلية الدعم المختلفة لأعضاء الجبهة داخل هذه اللجنة، وإنه هيتم الاجتماع بمن هم أعضاء من داخل الجبهة بشكل يعني مستمر لمناقشة كافة النقاط والتعديلات المختلفة المقترحة في الدستور، وتحدث عن أكثر من نقطة. أيضا تحدث عن تقييم أداء الحكومة، أكد على إن الجبهة بتدعم الحكومة الانتقالية الحالية وبتدعم خارطة الطريق، ولكن قال أيضا إن في نقد واضح وصريح لأداء الحكومة خلال هذه الفترة، ويعني
يتمحور إلى حد ما في غياب بعد العدالة الاجتماعية في إطار منظومة عمل الحكومة. على أي حال إحنا هنناقش كل هذه النقاط تفصيلا، ولكن بشكر مشاهدينا على الحياة واحد، وهننتقل مع مشاهدينا هنستمر مع مشاهدينا في الحياة 2 والمزيد من المتابعة والتفصيل والتحليل لحظات ونعود، ابقوا معنا.